SBS معا بروح رياضية. مشاهدي غيزون تي في، مرحبا بكم معنا في حصة جديدة من برنامجكم تكتيك. كيجيكم في بداية الأسبوع، وكما كتعرفوا الأسبوع يكون استثنائي إن شاء الله، لأن إن شاء الله عندنا نتلاقاو معكم إن شاء الله، غنحاولوا نكونوا مباشر من الدوحة لمواكبة مشاركة الرجاء في نهائي كأس السوبر، واللي هاد السنة استثنائي بأنه تجمع بين فريقين للداو تشامبيونز ليغ ولا كاف، وغيكون المقابلة غتكون خارج إفريقيا، وهذه سابقة بالنسبة للقارة الإفريقية، ونتمنى بأن الرجاء يكون سباق لهذه المسألة كما عودنا على ذلك فريق الرجاء الرياضي اللي كان سباق على المستوى القاري دائما لهذا المستوى. ولو أنه بزاف الرجاويين ما مفائلينش او كيتكلموا على قوه، او بزاف المغاربه حتى محللين كيتكلموا على قوه فريق الترجي، ولكن ناقشوا هذا الموضوع ان شاء الله معكم. رقم اللي غتواصلوا معنا فيه 0662 25 82، اعيد 0662 25 82. كان بغينا يكون معنا هنا جوج الاخوان بلا ما لا داعي ذكر الاسم ديالهم لانهم يعتذروا في الاخير، وبالتالي حنا فرحانين اكثر بانه غادي نكونوا معكم ان شاء الله. مواضيع حصه اليوم من برنامجكم تكتيك ان شاء الله، اقصاء المنتخب الاولمبي والانفصال او الاقاله، ولو انه الاقاله على حسب هنا بلاغ اللي دارته جامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في خبر ومعلومه، والمعلومه تنفي الخبر. البلاغ يقول او يتكلم عن اقاله مارك فوت، وفي نفس البلاغ انه مارك فوت راه بالاهداف ديالو كانت تخليه في المهام ديالو ويتأهل الاولمبي، وبالتالي نهايه المهام هي نورمالمون راه خرج المنتخب الاولمبي، وبالتالي بسلامه سالينا لان الاهداف سالات لو كونطرا بروغرام. ما السبب في تواضع هذا الجيل؟ وبزاف الناس سمعتهم وقريت وشفت كيتكلموا على التقاتيل، واش الناس ما تقاتلاتش؟ واش التقاتيل هو اللي كان مشكل؟ واش التقاتيل بوحدو كيخلي كره القدم دير الفرق؟ واش الناس ما بغاش تربح؟ راه ربحات ولكن لم يكن ذلك كافي، والمستوى كان ضعيف، واللاعبين كانوا ما هو السبب؟ ثم هل الجيل من اللاعبين المكونين في اوروبا الحالي هل ما يعطيناش انذار سابق بانه ما يقع من ظروف سياسيه هناك باوروبا تستهدف العرب وغير والعرقلي وغير اوروبي بصفه عامه، غير خلينا بان ابناء الاجيال القادمه غادي نعانيو من المستوى. ثم وغدا ان شاء الله يكون عندنا نقاش مع السي اسامه والمتداخلين، لماذا اصر رونار الابقاء على المزراوي وكذلك حكيمي ونصيري، بغض النظر على اننا ما غاديش نجمو نقولو كون كانوا هذوك نزنا هنا ندخلوا في اقدار الالهيه، ولكن واش ماشي محقنا نلعبوا بجميع الاسلحه ديالنا الممكنه؟ هذا تساؤل. لماذا لم يتم الاستعانة بخبرات مغربية بإفريقيا جنوب الصحراء؟ ونتكلم عن أسماء عديدة وأخير وغيكم معنا بعد قليل إن شاء الله سي رشيد غفلاوي اللي سبق له الشغل بالكونغو الديمقراطي، ويعرف جيدا وتمام المعرفة هذا الجيل كيفاش تكون الكونغو الديمقراطي وشنو هي القصة ديالو، هو حاليا شغل كوت ديفوار. كذلك كاين هناك ناس آخرين اسمحوا لي كثار شغلوا بإفريقيا، علاش ما استعناش بهم الإدارة التقنية؟ حاول نتصل بالسي ناصر الله قلت لي كان من الناس اللي تجاوب الوقت اللي كتصل بهم ولم نجد منه جواب، وما غاديش نعطيوه في سوء النية، لم نجد جواب ونكتفي لأنه السي اتصلنا به شحال من مرة وكيجاوبنا في الخيبة وفي الزوينة، دونك ما يمكنش نحسبوا عليه اليوم خلال هذه الحصة. الأرجنتين بدون ميسي ضد المنتخب الوطني هل ستفقد المقابلة إشعاع قبل إجرائها؟ وهناك أرقام تفيد بأن الوقت اللي خرج خبر ديال عدم مجيء ميسي وما يلعبش المقابله فتوقفت مبيعات المقابله، تفقد مبيعات التذاكر، وهذا واش عادي بالنسبه لكم؟ بزاف الناس اللي كانوا ضد مجيء او كيتكلموا. القسم الثاني صراع الصعود يشتد والفضائح تتوالى، وابرزها ما وقع في لقاء وداد 8 ورجاء من يمنى. شخصيا ما بغيتش نعاون هضره، يعني نعاون اتصل بمراد فلاح لان قالوا لي داز في الاذاعه وتكلم، وهذا اتصلت بشي خالي بودراع بعد ولكن كنت ما نسولو، قال لي ودي انا ما ضارت ما هادي، قلت له ودي هاد الكلمه بقيتي كتعاودها، ف ديال انا كنت باغي يفسر لنا ما معنى حنا كنا نزهاء وضربنا على النزاهه، شنو هي المعنى والتفسير ديالها؟ وهل ستقف الجامعه عند انها تكون متفرج على هذا الفيديو؟ وهل ما عندناش دور في ان ندخل وتكلم مع الناس المعنيين بالامر بالنسبه لهاد
الواقعة اللي وقعت في هذه المقابلة. ملعب مركب محمد الخامس في حكم المجهول بعد الوعود والتواريخ. وأنا كنت حاضر للندوة قام رئيس الرجاء سي جواد زيات وتكلم على أن التيران يكون واجد مثلا دابا في أواخر. قلت له دير أنا كنسكن حدا الملعب راه هادشي كتقول راه ما يمكنش. قال لي لا راه وعدونا. قلت له الوعد والشيء وحنا عشنا ومن بعد إن شاء الله في نهاية هاد السنة غنعطيكم بالضبط بحضور معطيات وفيديوهات من وعد ولم يوفي. وهما بزاف. وعلاش كيلعبوا هاد الناس؟ واش كيلعبوا على النسيان او هما كينساو او ما قادريش او لا لم تنجز وعودهم ولكن نخليو الوقت ان شاء الله الا بقينا في الحياه. رقم 0628 52 22. اعيد 0628 52 22. سيمو مدني ما جات حشومه اخويا. انا قلت صريحات اذاعيه ولم اخصص لا منبر ولا هذا ولا يديك ولا يخليك لاني ما سمعتش. قالوا لي داز بصريحاتي الإذاعية. لو سمعت لك كنت غنذكر المصدر التقنية لو سمعت انا. دونك هاد العقليه راه ما كايناش. انا من 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 راديو ماس نعاود نقولها خرج بحفله وكنسلم على الناس وكنتعانقوا بخير وعلى خير والحمد لله ما عندي حتى مشكل. ومن قال او يقول العكس فهو كذاب ولا عنده هو المشكل. وانا شخصيا منعت ديك الفيديو اكسبوزا. قالوا لي ذا وانا عاقل على الكلمه راه باقا في الراديو مسجله. قلت لهم ودي انا المعاناه والدي ملي غيشوفوا امين مثلا تيتاثر اكبروا لي ماشي انا زعما راني ما عرفت شنو ولا نو. انا تنقول لك الواقع كيفاش. دونك لا تصطادوا في الماء العاكر بسبب اشياء ما عندكش بها علم. ما تبقاوش تسمعوا شي حاجه ما عندها معنى. تاخذوا اولى المكالمات. الو السلام عليكم. مرحبا. اسم المدينه؟ معاذ من أكادير. نعم سيدي. معاذ من أكادير. أهلا سي معاذ. سي معاذ عندك مشكلة في الصوت ديالك. تسمعني؟ تفضل. بغيت نهضر على المنتخب الوطني. أييه. بخصوص واش علاش تأجلوا ماتش ديال الوداد سي أمين؟ نورمالمون على حسب ما سمعنا بانه لاعطاء فرصه للدوليين وهذا والمسائل. ثم ما عنديش خبر بالضبط الحقيقيه ولكن تم التاجيل في نفس التوقيت اينما تاجلت بنهار. بخصوص واحد اللاعب سيبان لي مظلوم الشيء اني اييه وليد الكرتي مره كان مستدعى للمنتخب الوطني المغربي. فرنسي وين اللعاب عنده 24 اون مي لعاب زوين تكتيكمون حضره كيتيش كما دوا عليها مورينيو. نعم. وتنفضل انا ثلاثه اللعابه من البطوله يمشيو للكان رغم ان يرفعوا راس عيب يديهم. نعم. عندك بعدي عنده فرصه. تنفتخر وتنفتخر به بانين من الافضل نديه حتى هو الى غادي كاتر ديفونسور. نعم. والكرسي صعيب مي مورا الكان ان شاء الله يقدر تكون عنده فرصه. ان شاء الله. شكرا 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 ليلة سعيدة. وكلمة اخرى. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم خويا. مرحبا. الاسم والمدينة؟ اشرف من طنجة. انا سي اشرف. خويا امين انا بالنسبة لي غادي نتحدث على المباراة ديال المنتخب البارح. نعم. انا ما عرفتش سي اشرف واش كاين مشكل. كانوا اخواني يعطوني معلومة واش كاين مشكل في الصوت او عندي انا او في ودنية لان ما كنسمعش مزيان. تفضل سي اشرف. انا كنسمعك مزيان ما عرفتش واش كتسمع. تفضل تفضل. انا كبالنسبه ليا وكرايي الشخصي للمباراه ديال البارحه انا ما كنعتبروش اقصاء مفاجئ وما كنعتبروش فاجعه وما كنعتبروش شي حاجه من مثل هذا القبيل. انا كنعتبرو اقصاء جد جد عادي. لازم نحتكموا لغه العقل ونقطه المنطق. رجعوا شويه للاحصائيات. المنتخب ديال الفتيان تقسم مع غينيا في التصفيات ديال الامم الافريقيه 2007 وكان ذاك الاقصاء هو السادس على التوالي. تقسينا في 2007 و2009 و2011 و2013 و2015 مع هذا المدرب في تقسينا معاه في التصفيات مع غامبيا وكان اقصاء وراء اقصاء وراء اقصاء. يعني هذا الشيء هذا نتيجه ديال سنوات دازت وماشي شي حاجه اللي جديده ولا غريبه علينا. يعني انا كنت منتظر ذاك الهزيمه ومنتظر ذاك الاقصاء. بزاف ديال الناس كيتحدثوا على ان هذا المنتخب كيستعد لثلاث سنوات اربع سنوات. انا بالنسبه ليا كمتتبع وحقا شويه ديال هذه الفئات العمريه ماشي هو نفس المنتخب. هذا المنتخب اللي كان معاه في الايفا
نسبه قليله منه اللي بقات معاه في نفس ليكيب ديال لعبه البارح ولعبه الماتش ديال لالي، ماشي هما نفسهم. هذا منتخب ترقيعي، وللاسف حنا كجمهور حتى كاعلاميين ولينا كنوضع واحد الاسقاط اللي هو مغلوط، اللي هو غير منطقي وغير عادل، ديال المنتخب الاول النتائج الايجابيه ديالو والمنتخب المحلي اللي فاز بالشان والوداد اللي فازت بالعصبه والرجاء رغم الظروف اللي فازت بكاس الكاف، كنوضع واحد الاسقاط على الفئات العمريه الصغرى، مع العلم ان داك الشيء لا علاقه، تألق اللي كاين ديال فئات الكبرى لا يعكس تألق فئات الصغرى، وهذا الشيء لسنوات. واللي رجع للاحصائيات ورجع للماضي بشويه ويشوف فين كنا وفين مازالين، راه خلاها اونري ميشيل شي 7 سنين ورجعت وحاجه ما تبدلت في العمق، نفس الشيء مازال كما هو. وانا كنحمل المسؤوليه ناصر لاركي بصفته المسؤول الاول على مركز التكوين على الفئات العمريه الصغرى، لان شنو انا كنطرح السؤال، هذا السيد شنو عطانا كاضافه وشنو عطانا كجديد وشنو عطانا كشي حاجه اللي نشوفوها ملموسه، نشوفوا لاعبين نشوفوا اطر. للاسف حنا كيف الشارع الرياضي والشارع الكروي ديما كنمشيو مع ديك المنطق التكوين خصو لاعبين قدامى. لا هذاك اش كنديروا دابا؟ كنشدوا الفكره، ولكن اللي كيبلور الفكره هما ناس يا ما عندهم علاقه بالفكره ما فاهمينهاش، يا عندهم صحابهم باغيين لهم يخدموا بكل امانه، يا ما فاهميش نهائيا باغي يديروا الموضوع بصراحه. لان التكوين في المغرب هو احسن 90% ديال الدول اللي كاينين في افريقيا باكملها بما فيهم مصر. انما المشكل راه ماشي في التكوين، المشكل هو في كيفاش كيتكون. هذاك هو المشكل، واش كتفهميش كنقول لك؟ هذاك هو المشكل. لان المغربي ما تقولش انا طفل في غينيا استوائيات ياكل ويشرب ويعيش احسن من الطفل المغربي. لا 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 مستحيل علميا. لا علميا مستحيل تبقى سوات الظروف مثلا او لا غيره. وما يمكنش غينيا استوائيه الشامبيون ديالها تعطيها منتخبات الفئات الصغرى وحنا ما تعطيناش. اذا المشكل هنا واش تكوين؟ مشكل في الطريقه او في طريقه التكوين، منهجيه التكوين. انا عندي كتبان لي المشكل في منهجيه. دونك ما بقاوش نعاودوا خبيره، راه درنا هذاك الشيء اللي بغيت. اسمح لي هذا المعطى، راه كاين ناس كتهضر لي شي حاجه ما فاهمهاش اولا شي باغي يغطي على شي. حنا دابا ماشي في هذاك المحاسبه وهذا، لا عطيونا غير المعطى، هذاك المعطى ما تتعطاش بديك الطريقه العشوائيه اللي كتعطى دابا. وانت اخويا امين قلتي شي باغي يغطي على شي، وانا كنقول شي باغي يخدم شي. مثلا ما انا ما ندخلش في النوايا، لا ما ندخلش في النوايا. انا عارف اخويا امين انت كصحفي الى اخره ما يمكنش تقول شي كلام، ولكن انا انا ما ندخلش في النوايا، انا غنمشي معك ابعد. انا ما اظن ان مثلا رئيس الجامعه والناس اللي معاه باغيين يتقصاو. انا عارف بانهم هما اكزاكتومون غيكونوا داروا جميع الامكانيات، جاو داروا جميع الامكانيات باش يتاهلوا، ما يمكنش فيها حيت هذاك الشيء كيلمع الصوره ديالهم. ولكن كاين بعض الجزئيات تفضل، كاين بعض الجزئيات بسيطه بالنسبه لي انا ابار التكوين ابار شحال من حاجه، كاين جزئيات كيلعبوا على التاهل، كنقولوا دي بتي ديتاي. فاش كتجيب منتخب انت خاسر معاه 2-0 يعني عندك هامش ديال انك ترجع في المباراه دغيا، واخا يكونوا هما فايتينك في التكوين وفايتينك في شحال من حاجه، كتجي كتلعب دراري صغار في الماتش ديال في مركب مولاي عبد الله كيوز 45,000 متفرج، مركب خاوي تقنيه. هذوك اللعابه اللي شفتنا انا لن اتقبى حاله كره القدم، ما يمكنش نفهم احسن من مارك فوت وكذا سي امبوسيبل مستحيل. واخا نقول زعما بالعادي نتخبى داك الشيء ديال التواضع الماكر، عرفتي داك التواضع الماكر ما نديروش. انما اللعابه اللي مختارين هذوك ما غيلعبوش، لي بوست اللي فيهم هما باستثناء لافون سونتر وشويه داك اللعاب الراجا وهذاك لو سونترال، داك لو سونترال ديال الوداد، فاش الاخر ما عارفينش راسهم اش كيديروا في التيران، ما عارفينش بما فيهم حارس المرمى. بما فيهم حارس المرمى وهنا هذاك لو كابيتان خصو يطلع في الدوزيام ميطا، ما يطلعش ولو خسر، لان به هو وليت خاسر اكثر به هو. يا الدراري اللي كيشدوها تيلعبوها تيعطيوها ليه، وهو كيشد الكره باغي يلعب لراسو. عاد باش انا نمشي لك ابعد، راه كتوقع انك عندك جيل راه واخا هما راه تقاتلوا راه بغاو يربحوا، راه ماشي ما بغاوش، راه حاولوا ولكن فوق طاقتي الاتقالات ولا هذيك هي طاقتهم بطبيعة الحال، طاقتهم وما عاونتيهمش. فاش السيمانه كلها وانت وحنا كنتحدثوا على اللاعب
اللي مزورين اونتر بارونتيز الباسبور سبورتيف ديالو اكثر ما كنهضروا على النتيجه. فاش كنمشيو نلعبوا في تيران اللي كبير وبدون جمهور، كنا ممكن نلعبوا في بركان، نلعبوا في اسي، نلعبوا في جديده، جمهور متعطش انه يشوف المنتخب وملعب صغير غادي يكون قريب من الجمهور يشجعوهم يموتيفيهم الى اخره. والله بالمشكله في الملعب، والله كون كان عندهم في الكابي والله ما جاو الاهداف. شوف جزئيات غير كون كان عندهم في الكابيهم كون كان عندهم في الكابيهم ما يماركيو الاهداف غيديروها. راه الحارس ديال كونغو ما طاحش الارض، هادير ما طاحش، ما جاوش فرص من غير ضربه الجزاء. راه باش نستعرف راه هذاك المدافع راه لعب هو دير باندا براسو كاع ما ديرونجا، راه الماتش كامل جيبها تيعلقها في السماء تيعلقها في السماء تيهبط، لان راه فونسونتر تيخرج يقلب على الكره العشره بعيد لي زيلي ما عارفينش راسهم لاعبين دي زيلي لي لاتيرو ما تيطلعوش كاع لي ميليو لي دو ميليو تيران ما تيساهموش. راه هذا ولكن اللعابه راه ماشي ما باغيينش، لا فهمي ماشي ما باغيينش، راه فوق طاقتي راه هذيك طاقتهم. الله يخليك، شكرا شكرا سي اشرف. ما تفوتناش الفرصه نهنيو المنتخب ديال اليو 15 على الفوز بكاس الشمال الافريقي في الجزائر، مبروك عليهم برافو لهم. شكرا ليلى سعيده تبارك الله عليك. مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. رحمه الله خويا. مرحبا، الاسم والمدينه. محمد ايتسي المدني. اهلا سي محمد. معايا خويا امين على الخط ياك؟ انت مباشره معنا تفضل. واخا سيدي سيدي تمام بخير. الله يبارك فيك. انا مني يلا صيفط لك واحد الكومونتير دابا على حساب لا راديو. لا انا قلت لك اخويا غير عيب باش ما ندخلش في هذا لو ديتاي. لا لا شوف سي امين سي امين سي امين اسمح لي لا قاطعتك. محمد امين حبيت يخرج من دارهم والله العظيم بالله تنسى. شوف اسمع سي محمد امين امين راه يحسن لي الشرف انني حاشا الشرف لي اخويا حاشا الشرف. شوف راه ملي كنت في الغادي وانا مضارب غير باش نتصل بك وحاشا تقرا الميساج ديالي ويعني وما كانش مكتب لي والحمد لله دابا راه مكتب لي ورانا كنهضر مع خويا امين. حاشا مرحبا بك. خصد سميتو هذه الرياضه الوطنيه خصنا نزيدوا فيها القدام، ولكن واحد القضيه خويا امين راه تقدر تلاحظها معايا ولينا كنشوفوها في هاد الاونه الاخيره، هو انه كاين واحد الصراع شخصي ما بين الصحفيين المغاربه، لا كمصورين لا كاعلام في الشغل راديو ولا اللي في التلفازه، حنا كمتفرجين عاديين الا كنا كنشوفوا انهم اللي حنا كيجيبوا لنا المعلومه واثقين فيهم يعني كيف ما كتقولوا السلطه الرابعه عندهم هاد المشاكل بيناتهم كي غادي تكون هاد الرياضه الوطنيه. هو الاخ مدني اي باش نديروا انا وياك واحد الصوره، حنا مثلا نعيشوا في هذا العالم مثالي يعني الصراعات غتكون والضغائن غتكون وهذا ما باغيش هذا الشيء غيكون، هذا هو العالم اللي حنا عايشين فيه منذ نشاته ومنذ ان خلقه الله سبحانه وتعالى. راك عارف يعني الناس اول جرائم راه عارفين شكون هي الى غيره الى غيره، ولا داعي للدخول في هذا الموضوع. وبالتالي اننا غنجي وغنغيب لكم الجسم الصحفي كجسم مثالي، لا لا نعم. انما انا فيما متفقش كما قلتي لا. هو انا نعم. نترشقوا باستغلال المنابر هذا لا كاين هادشي هادشي ولا مؤخرا راه كاين في مصر اسمع راه في مصر كاين وفي الجزائر كاين، ولكن انا انا ما متفقش مع الطرح بانه استغلال المنابر. لا المنبر نقي وحر، حيت المنبر المنبر جابنا شنو يدير عطينا مساحه فين نعبروا وفين نتلاقاو معكم وكنتخلصوا في الاخر الشهر، وبالتالي خصك تحافظ عليه. الا بغيتي تراشق مع شي واحد راه كاين وسائل اخرى، الا انت ثقافتك وتربيتك هي هذه لا اقل ولا اكثر. حنا كاعلاميين خصهم يرفعوا النيفو بانهم يكون سباق على المعلومه، يكون تكون عنده المردوديه في العطاء ديالو، هذا مازال نقدروا نتفقوا معاه انه خصو يكون ديما الطوب. ولكن هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوا هذه الايام وهذه الاونه الاخيره ماشي هو هذا. وحاجه اخرى، واش ولات الجامعه خويا امين صعيب نهضروا عليها ثلاث درجه لانه لا الجامعه ولات صعيبه على اننا نناقشوها. علاش اخويا علاش الجامعه صعيبه؟ لا انت دابا كتشوف غير هذه الايام هذا سميتو هذا المنتخب الاولمبي شحال ديال الفلوس كتخسر عليه، شحال ديال اللي سميتو يعني ناصر لاركيط راه داير ما بغا، وربما تكون تمثل الصرخه انا كنسميها الصرخه ديال فخر الدين اللي باح بها وقال كل شيء يعني ما خلى حتى شي واحد. هذاك الشيء يكون جامعه عندها يعني كون جامعه نيت زعما سميتو كون غير تاخذ هذاك الاسخي ديال فخر الدين وتطبقه كون على يقين ان الكره الوطنيه غادي تمشي بعيد، لان السيد اللي مشى لتما وشاف ذاك الشيء ماشي هو هذاك
ما كيدير والو، قال لك مشى برك تما ما كيدير والو، يعني قال لك الناس ما داروا حتى تشوف في الكره، هما اللي كيتحكموا هما اللي كيسميتو. لور مشى ضرب 3 شهور ولا ما عرف 4 شهور ورجع في حالته، ما قال لك هادشي ما خدامش لي انا، نمشي نبرك ونبدا نتخلص من فلوس المغاربه وما كندير والو. يعني هذا مواطن، هذا كنسميه انا مواطن حقيقي. وسميتو محمد حميد امين راه غني على التعريف والحمد لله، وغير ان غير سميتو غير اي واحد نمشيو معاه على قد عقله. شكرا تبارك الله، شكرا جميعا. الله خويا نخدموا كلامك من نستقبلوا من بعد ان شاء الله. سي مورا سي الغفلاوي رشيد ان شاء الله اللي كيتسنى لابيل ديالنا، غنتصلوا به مباشره من لا كوت ديفوار ان شاء الله. مكالمه. الو السلام عليكم. الو عليكم السلام. مرحبا، اسم المدينه؟ معك احمد من مدينه سالا. اهلا سي احمد. خويا امين بغينا نهضر نطرق لواحد جوج ديال المواضيع وبالزربه كما باش ما نشدوكش. الموضوع الاول انا هنا خويا باش تشدني اخويا. مرحبا، زيد تفضل. الله يكبر بك، الله يكبر بك. اسم المدينه بعدا عاود لي. احمد من مدينه سهل. اهلا سي احمد تفضل. بغيت نطرق لواحد النقطه اللي هي على حساب الصحافه. نعم الصحافه سي امين، دابا تنشوفوا بعض الصحفيين اللي ما نقولوش داخلين على الساحه الرياضيه، ولكن اللي كيجيو كيستمروا وكيستافدوا من ديك العمل ديالهم. بحالاش تلقى صحفي حط حدا الميكرو كيهضر على ناس وكيخسر ناس. وهذا الشيء هذه عندها علاقه بالضمير. يعني دابا عندك مثال، دابا ماشي ابلاتي الله يخليك، انا ما كنتناقش انا وياك وانت نقول لي بغيتي، انا قلتي الفكره حبستك. انا بالعكس انا بغيتي نكمل لك، انا غادي معك في الفكره، انا غادي معك في الفكره. هذه عندنا علاقه بالضمير. اذا كان الانسان ضميره ما مزيانش غيجي ويتبلع على الناس بدون وجه حق، او راه كاينه مساطر قانونيه. هذه هي النقطه اللي بغيت ندخل معك فيها. علاش ما كنشوفوش يوقفوا الناس ويتبعوا معهم المساطر القانونيه؟ لا كاين، شوف اللي كيجي ويقول شي معلومه خاطئه على شي واحد، او لا يوصل مع المسائل ديالو الشخصيه، او لا يدير له مسائل عندها علاقه بالابتزاز، او راه كاينه مساطر قانونيه تحمي الجميع، هي اللي ما بغاش يستغلها. هذه واحد. اما اللي غادي يجي من حقنا الانتقاد كصحافه، ولكن في اطار لا ضروري انتقاد باش نزيدوا لقدام، ولكن انتقاد ولكن ما تكونش عندك النيه المبيته او تصفيه الحسابات او لا مسخر من شي جهه. هذه هي النقطه اللي بغيت نشير لها سي امين. النقطه الثانيه على حسب المنتخب الوطني الاقصاء ديالو، الحمد لله حنا عندنا كفاءات اللي كتخدم في المغرب وخارج المغرب افريقيا، نقدروا نثقوا فيها ونعطيها للمنتخب ونعطيوها للمنتخب وتمشي لها بهذه النقطه. وكنظن بان المشكل من غير ان مارك فوت تيبان ضعيف في التكتيك، المشكله حتى في الجيل، راه الجيل ما كاينش اختيارات كثيره. لا كاين الحمد لله، كاين الحمد لله. ما كاينش استثناء، اعطيني شكون اللي بالك ما لعبش مثلا. احنا كاين الا جينا نتبعوا البطوله المغربيه، الا حيدتي هذاك البونصوص ما باقي ما مأهلش، راه هذاك مشكل اداري. راه كركاش راه يلاه مؤخرا كان لعب مع يو 19 ديال بلجيكا، وبالتالي كان لازم تأهيله. لا هذا النقطه اخباري غير انا تنظن كاين شهور ما تأهلش، ولكن واش طلبوا يمكن باستثناء لا لافونسون دخري بقى لي هو معاه، ولكن هذاك لافونسون اللي كان لاعب راه ما خايبش، راه ما وصلتوش كره مني با موفي، راه تيتحرك كيدير دي سوليسيون تياخذ كره تيبغي يحاول تيدير، ولكن شو وصلوا لي راه ما كيوصلوش لي كره. انا كنظن انا كنظن عنده الكره كاع. وانا متفق معك في النقطه، انا كنظن الفئات العمريه للمنتخب الوطني كنظن تكون اللي تتلعب في البطوله المغربيه باش يكون هناك واحد التناسق وانسجام بيناتهم. انا ماشي ضد الناس على برا، ولكن استغلوا هاد الدراري ديال دوزيام سيري، كاين دراري مزيان بروميير سيري اللي كيلعبوا هما باقيين صغار في اللاج، ومن بعد نطعموهم بالناس اللي محترفين على برا. هذا الراي ديالي وتقدر انت تناقش فيه السي امين. شكرا. انا حنا كنناقشوا، مرحبا بكم، منكم كنستافدوا كثير ومن افكاركم كتزيدوا معنا. سي محمد امين الصوت ديالي نقص شويه، شوف الاخوان تيقول لي الصوت ديالك نقص شويه، الله يخليكم. انا غنديرو قدامك هو هنا هنايا غنصدع عباد الله شويه وغنشوف واش الصوت ديالي نيت ناقص شويه. ها هو دونك الصوت ديالي ما ناقص شويه، كاين مشكل عندك في التليفون او في البيسي او القفازه، الا قدرتي تزيد عندك حتى شويه تما في التليفون. خذوا مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام ورحمه الله. مرحبا، اسم المدينه؟ انس من كازا. اهلا سي انس. الله يبارك فيك، تحيه لك السي حميد امين. شكرا. الله يجازيك بخير، انا عندي واحد الرؤيه ديالك اللي ما متفقش معكم في ديال المنتخب الاولمبي. مرحبا. انا كيبان لي بان المنتخب الجامعه الملكيه المغربيه
حطت الاهميه ديالها للمنتخب الوطني الاول في هذه الظرفيه هذه. انا معك في هذه الظرفيه بحيث حتى اللاعبين عندنا شبان، حتى اللاعبين ديال الاول هما شباب. حكيمي ولا لا ما كانش شي عذر بان حكيمي ونصيري على الاقل، لان المزراوي كيقولوا لك ما بغاش يمشي حكيمي ونصيري، كان خصهم يكونوا مع كان خصهم يكونوا، ولكن بانت بان الجميع عندها اهميه اخرى، وحتى في حتى المستوى ديال المدرب كان بين فيربيك ولا هذا ولا مارك فوت. انا عمري ما سمعت مارك فوت حتى المغرب. لا بين فيربيك لا لا كنهضرش معاك على مارك فوت، بين فيربيك اللي تري بيان راه كان مشهور على المستوى العالمي في كوريا. لا بين فيربيك ظلم، وانا كنت من اول الناس اللي ظلموه ومن بعد اعتذرت، وكنت اعتذرت على المباشر لما شفت قيمه العمل اللي تيديرها اونير، ولما هضرت مع السيد وفهمت شنو هي الشخصيه ديالو، ولما سولت الناس اللي كيعملوا معاه، ومن بعد بان بانه كانت قيمه مضافه ضاعت الكره المغربيه. هو اش وقع له؟ هو طلب المنتخب الاول، قال لهم يا المنتخب الاول يمشي في حالي ومن بعد ما، وانا كنفهمهم لان ما قدروش يديروا مع شي حاجه، لان ما كانش عندهم الحق، لان داك السي عبد الله غنم كان واخد بار انتيريم، هو ما صبرش في لا فاز دو ترانزيسيون، ما صبرش سي بي فيربيك، وبالتالي شاءت الاقدار. حاليا بي فيربيك اعتزل التدريب نهائيا. اللي بغيت نقول لك غير هو الاهميه، فاش كانوا جابوا بين فيربيك وكيرات، كان بين فيربيك وكيرات عندهم تقريبا نفس المستوى على المستوى العالمي، فهمتي؟ ولكن بانوا بان عاطين لو ميم نيفو، كسوا الاولمبيك كسوا لا بروميير ايكيب. دابا لا، دابا كاين غونار وكاين مارك فوت. مارك فوت شكون هو؟ بيرسونيلمون عمري ما سمعت به، وحتى تكتيكمون وهذا الي با او توب. لا لا ما ساعدهم في والو، هما اللعابه ماشي شي مستوى عالي، هو ما ساعدهمش اكزاكتومون. هذا هذه وجهه النظر ديالي، يعني الجامعه اللي بغيت نقول لك وهي النظر ديالها في المنتخب الاول، المنتخب الاولمبي. غنرجعوا نناقشوا هذه النقطه هذه، واش هما ما غنرجعوا نناقشوا هذه النقطه هذه ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله. وعندي ان سكون بوان على الرجاء البيضاوي، عاوتاني بدات كتكثر الاشاعات والتخر بدا كيكثر على الانتدابات. انا ما عمرنيش شي دوله في العالم الناس خدامين دابا كيضربوا على الانتدابات. انا ما عمرنيش شفت شي انتدابات. انا والله غير انا ما عمرنيش شفت شي، ما عمرنيش شفت شي، يعني بديت شويه، يلا بديت شويه كنتعلم في هذا الشيء ديال كنتبع. انا ما عمرنيش شفت شي. سير لمصر، سير لمصر اللي عندهم فلوس كثر منا، سير تونس، سير الجزائر. انا كندوي دابا حدانا هنا، ما عندوش بعيد. ما بارسيلونا ريال مدريد، يمكن ريال مدريد داروا هذاك الاتفاق، ولكن انا ما عمرنيش شفت شي. اكداو جيبوا هذا وضاربين على داك اللاعب ديال فيتا كلوب، وواحد ناشط الصوره ديال المدران تيقول لهم شوفوا هذا، وزعما هو راه خصو هذاك هذاك ماكوسو عنده الحق يجي للدار البيضاء، ما عندوش حق يمشي للبركان ولا لا با دروا. سي انورمال، سي انورمال. هذه انورمال. قول لي اللعابه اللي جيتي، ودابا انا قلتي لي بحال دابا جيتي وقلتي لهم هذا الرجاء رئيس رجاء قال لهم جبت بالرحمه، وغير هادو غدا وحدين يزيدوا 100 مليون بالعاني مثلا. اكزاكتومون. ويولي مثلا بلاصه ما يجيو بثمن خصو ثمن، وعلاش كذبتي علينا النهار الاول وكتولي رئيس ناجح لانك درتي هكذا؟ فسامحني. يديروا واحد ستوري ويعرفوا علاش الرجاء وصلت للازمه الماديه، شنو هو السبب؟ واش هي الدوله اللي ما قدرتش عليها؟ واش هذا ولا لا؟ انا نقول لك علاش، نقول لك خرج اليوم ولا السؤال شو صرحت على سعيد الناصيري باش تشوش لي على اللعابه اللي عنده دابا. دابا اللعابه اللي عنده هو طالب منهم يمشيو بعيد للتشامبيونز ليغ، تنقول لهم انتم راسكم اللعابه راه ماشي هما هذوك، شنو المنطق هذا؟ لا المنطق حيتاش ماكوسو تصور معاه ماجد مدران، ولاجون ديال واحد اللعاب معاه في ميليو تيران ما تيزيدش، لعب مزيان ثق بيا انت. دابا بيننا الايام، بيننا الايام، ياك هذاك الثمانيه ديال فيتا كلوب ان شاء الله يجي للمغرب، وعقل على كلامي، عقل على كلامي مزيان، ثمانيه فيتا كلوب ان شاء الله يجي للمغرب، وإلا لبستوني مع الفرق الكبرى ها هو كلامي هو معاهم. دابا انا دابا مجرد انسان ملاحظ بسيط، هادشي اللي كاين. فما الناس ما خصهاش تبقى تنساق وراهادشي. الله يهديكم، الله يهديكم، الله يهديكم. هادشي راه ما تيدارش، راه ما يمكنش الجمهور يدير لي هذا ودايرين حاله واحد باقي ما سالاش العام. هذاك اللاعب اش غايقول؟ اشنو غايقول يا جور اللي كتقولي دابا راه خصني ماكوسو ودير حاله؟ شنو غايقول؟ اللي هو هداف تاريخي ديال المغرب وعادل رقم ابو تريكه وغادي الرقم الخطيب، اشنو غايقول لي يا جور؟ بيان سور. شنو تقول له؟ شنو الميساج كتوصل لي يا جور؟ التشويش، هذا التشويش، هذه سياسه التشويش. اشنو الميساج كتوصل للحفيظي اللي هو احسن ممرر من احسن ممرر دابا في العالم؟ اشنو كتقول ليه دابا؟ جيبوا لي 10 من هنا وجيبوا لي، اشنو كتقول ليه؟ اشنو كتقول لعابد الوداد؟
مثلا انا بالنسبه لي هذه غير عمليه ديال التشويش. البركان فهموا، ما عرفتيش البركان فهموا، لانك لافون سونتر عندهم ما بغاش يزيد، ما بغاش شيء، وما بينوا له قالوا ودي الله يعاونك ويسعدك حنا ندبروا على واحد مثلا فهمها، ولكن باش هذا لا اله الا الله. ولكن قلتي لي حيت قلتي واحد النقطه ديال لا كريت فينونسيير، كيفاش تطرحت فيها الرجاء؟ كيفاش تطرحوا فيهم الرجاء؟ تطرحوا فيهم الرجاء لان لي زونكاجمون ديالهم كانوا كبر من لي مويا ديالهم. كانوا كبر لا كانوا كبر حتى لي زونكاجمون ديال بحال دابا عطيك غير مثال، هاد البطوله المغربيه شحال فيها ديال الربح؟ اكزاكتومون دابا راه حنا كنهضروا في نفس النقطه 350 مليون هي 3 مليون ونص ديال الدرهم، ياك 3 مليون ونص ديال الدرهم واش غادي تخلص لك حتى بريم سيناتور ديال لاعب واحد ولا جوج ولا ثلاثه؟ واش دابا الوداد دابا كطر 2 مليار ديال لي بريم سيناتور، واش بطوله غتقدهم؟ بطوله المغرب خصهم لي بطوله الشامبيونز ليغ والدمي فينال ديال لاكوب دي موند باش يلاه فلوسو سعيد ناصري. واش قلتي خصنا نكونوا حتى دابا هذا هو المشكل دابا اللي داخلين فيه. دابا لاسوسيسيون غير خسر بال الجمهور الرياضي من حقه يبغي لاعبين، من حقه يطلب لاعبين، من حقه يبغي فرقته يشوفها احسن حال، ولكن ردوا البال راكم كتشدوا دوك اللعابه اللي عندكم اللي كيضربوا تماره غتقول لي كيتخلص انا معاك، ولكن راه كيدير مجهود، هذاك المجهود اللي تيدير هو راه كتقول لي انت راك مساوي والو. راه الا جو تبعوا المسيرين دابا راه هاد الفرق خصهم يضربوا، هما عندهم خصهم يرقوا هما عندهم. دابا عندك مثال كاين واحد اللاعب في الوداد دابا ديما كريتيكي، سمح لي طولت معاك وسمعوني الناس، هو نصير بالله عليك يدير واحد الجرد ويجي من هرجه نصير لدابا ويشوفوا شحال لعب وماذا اعطى، شحال من لقب دا، شحال من ماتش دار في العام، 40 ماتش حكي يدير فيه، واش 41 ماتش كيدير 36 ماتش؟ هذا ماشي لاعب، واش كيعرفوا شنو هو لاعب؟ مثلا لا اله الا الله. شكرا شكرا سي انس، شكرا من الامارات ناخذ مكالمه قبل نستقبلوا السي رشيد غفلاوي. الو السلام عليكم. مساء الخير خويا امين. مرحبا، اسم المدينه؟ معك مراد. مراد من ابو ظبي. ابو ظبي تفضل سي مراد، اهلا بك. ايوا هو الموضوع اللي كان كتناقش مع الاخ اللي قبل مني صراحه موضوع شيق ومهم، المساله ديال الانتدابات في المغرب والطريقه اللي كيسيروا بها المسيرين ماشي داك الشيء هما اللي كيفكروا فيه. انا ما عمليش هذا الشيء، انا زعما هذا الشيء الواقع انا اليوم سمعت التصريح ديال المحسن متولي كيدور في ريزو سوسيو، والله الا انا جيتي شوكي يعني تصدمت، تنقول ماذا يقول محسن متولي؟ انت باقي مع فرقتك، باقي تتلعب، باقي خصك تدافع على فرقتك، اتفقتي مع فرق اخرى الله يسالك شنو هي هذه وشنو هذا؟ ما زعما شي حوي، انا ما تنلومش محسن وما تنلومش الراجل اللي تيبغي هذا حق، انا ما تمشيش على العاطفه، تمشي على فيزيونومي ديال لا شوز. علاش هادشي هذا مثلا فهاد الضبط وهاد الضغط هذا؟ وعلى هل الرئيس كيدير الشرعيه ديالو انه كيجيب لاعبين؟ الله اعلم. تفضل. شوف اخوي امين، المساله ديال المسيرين المغاربه هي من انه انا ما كنهضرش على فرقه واحده، كنهضر عليهم كاملين. نعم. انهم ملي كيوصل الفاشل في الموسم ديالو وكيشوف ان الموسم غيخرج ابيض كيعرف يلعب على العقليه ديال الجمهور. نعم. كلهم نفس الطريقه استعملت الوداد من قبل المغرب فاسي كلشي، ديك الفرق كاملين جيش الملاكي ملي كيبغي يسكت الجمهور اش كينوض؟ كيطلق الدعايات، انا جبت هذا، انا فعلت هذا، هذا غيسيني في التوجه ديال الجمهور عوض ما يمشي يطالب فتح تحقيق في هذه المهازل اللي كيوقعوا وكيفاش الفرقه كتسير والفلوس كتمشي والانتدابات ماشي في المستوى وكيولي كيولي كيكسر كونترات مع لعاب اخرين وكيجيب لعاب اخرين وكيزيد شي في شي والجامعه كتسال والفلوس والفيفا وهادشي تشرى مهازيل كاين في الكره المغربيه لانه ولكن هو من حقهم. علاش؟ لان الجمهور باغي داك الشيء، حيت الجمهور عوض ما كيطالب بشي حاجه اللي هي معقوله صافي كينفاق وراه هذيك راه جبنا هذا الاخر تا هو كيقول لي جبنا هذا وجبنا هذا والمسير عاوتاني كيضرب عام اخر بما يجي الشهر ديال الانتدابات عاوتاني ويبدا الى نجح هو هذاك الى ما نجحش راه عاوتاني غيدير انتدابات اخرين. نرجع معاك اخويا على المساله ديال خيبه الامل ديال امس بالنسبه للمنتخب اولمبي. انا ربما اخويا امين الوقت اللي تفرج فيه في الكوره اضعف منتخب اولمبي شفت هو ديال البارح. ربما اش نقول لك انا هذاك المنتخب ديال الخواطر لان ما يمكنش منتخب كتعرف شي لاعبين ما كاينينش دابا فين يعني في المنتخب ولا البطوله علاش ما داومش؟ ما كاينش راه ما كاينش من البطوله شو ما داوش راه هذا هو الاشكال. راه انا ما غنناقش معاك زعما التشكيله زعما خصو يدي شي واحد اخر ولا ما كاينش.
راه هنا فين كاين المشكل اخويا امين. دابا غنرجع معاك هذاك المدير التقني اللي خسرنا عليه الملاير وحلينا ليه اكاديمي اكاديميه تخسرات عليها ملاير ديال الدراهم، فين هو؟ شكون غيتحاسب معاه؟ دابا خاصو الحساب. هذاك السيد فشل في تطوير كرة القدم الوطنية، هذاك السيد جا باغي يطبق العقلية الفرنسية في المغرب، ما يمكنش، راه ما يمكنش. واش انت عندك الظروف اللي عند فرنسا؟ واش انت عندك الامكانيات اللي عند فرنسا؟ واش انت عندك المدارس اللي عند فرنسا؟ اخويا تكون لنا اللاعب المغربي على حساب الهوية المغربية باش يلاه نتماشاو معاه قد قد. واش انت جاي باغي تطبق على لعاب لعابه مثلا فاشلين دراسيا؟ انا ماشي كنقص منهم ولكن انت هذا راه عامل مهم اخويا امين. باش انت كتجيب لعاب وكدير ليه الخاطر وكينجح ب10 ولا ب9 وانت المهم عندك هو بغيت، راه هذا راه عامل داخل في التكوين وداخل في التطوير ديال كره القدم الوطنيه. هذاك السيد خصو المحاسبه، نريحوا معاه. اجي سيدي حنا عطيناك الوقت، انا 6 سنين ولا 7 سنين اشنو درتي لينا؟ واش لعاب ما كاينش اخويا امين؟ لعاب دابا نتخيلوا دابا منتخب اولمبي شحال من لعاب في الاكاديميه؟ وقيلا واحد ولا جوج. نعم نعم انا شوف هذاك هذا الموضوع موضوع الشرح ديالو غنعاود نقوله. الناس بزاف اللي كتهضر عليه غنعاود نقولها المره الالف. الله يخليكم ما نبقاوش نعاودوا شي حاجه بعد الثمن. هاد الدراري راه تقاتلوا، راه ماشي ما تقاتلوش. لا ما كنهضروش عليهم بلاتي. الله يخليك فوالا، راه هما ما توصلتش لهم افكار مزيانه لان المدرب ما عاونهمش، ثم الاختيارات ديالهم ما لعبوش بالطريقه اللي خص يلعب بها هذا الجيل. ان هما الطريقه اللي لعبت بها فلالي ديال 3-5-2 اولا ديك 4-2-3-1 اللي دار في الروتور 3-1 ما خدماتش، لان دوك اللاعبين اللي كاينين هذاك اللاعب الاسفي ماشي ايلي، هذاك اللاعب ديال اسفي المرابط هذا تماما ماشي ايلي، تماما ماشي ايلي. لافونسونت ماشي افونسونت دو بوانت كلاسيك يبقى تما تيبغي يخرج. هذاك العشره هذاك العشره ماشي عشره من ذاك النوع اللي تيخرجوا حتى الوسط تيران، هذاك عشره اتاكون اللي تيبقى يطلبوا داد دالي. انا في لعب فرانكوفونيا راه لعب اون بوانت وكان هو احسن لاعب. ايوا لاير كوش ما كانش عنده كاع في هذه المنافسه هذه، وهنا كنتسال على كاداري لاير كوش ما كانش عنده، ما كانش عنده كاع في هذه المنافسه قدام من دير وما نجحش ليه الى غيره الى غيره. وفي هذا الماتش دار دو شونجمون، دخل ستوبر اري كوش وتوعت ليه اولا كبر عليه الطرح اولا المهم لعب خرج توعت، ودخل انيلي وردوا اريير لاري دروا الراجا دارتو غير اري دروا ميت وعتو لا لعابه. هو ميليو تيرا هو داك كنا نستافدو منه اكثر دويك. دونك انا تنعطيك شنو هو هذا المنتخب كيفاش فوالا هذا المنتخب كيفاش تكون لي دو ستوبر بجوج منهم لعبوا واحد تيلعبوا بالراس ما تيلعبوش تيغطيوش وما كاينش واحد كيتقل الكره سي دي ستوبر يعني هما جايه راجعه جايه راجعه جايه راجعه والحارس انت طالع انت طالع نصف الملعب يعني لعب على اللور جو والحارس ديالك ما تعرفش يلعب برجليه وانت طالع على اللور جو غلطه كبيره. وما دونك اذن 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 كاين مشكل تكتيكي، كاين مشكل تاع موضوع، كاين مشكل اختيارات، كاين مشكل جيل. ابرا ما لعبناش مع البرازيل ولا الارجنتين. راه المساله اللي هضر فيها لا راه واحد المشكله ما اللي قلتي دابا الاخره شتات تكتيكي في الملعب. نعم كيبان لك اللعابه الشيء اللي كتجمع دوك الدراري ولا الدرب يلاه كيتعلموا الكره وكتمشي تحطهم في التيران وكل واحد كيبقى تابع الكره. شكرا شكرا سي مولان شكرا ان شاء الله شكرا شكرا علينا. انا كنشوف واش حتى بحال الرقم ديال السي حسن مرزاق، اذا كان السي حسن مرزاق ما عادش كيجيني بحال الرقم ديالو حتى نعرفوا شويه. الو السلام عليكم. الو اهلا سي امين. سي حسن مرزاق هذا ياك؟ وي كيداير لاباس شويه. مرحبا باش للتعريف سي حسن مرزاق مسير فاعل جمعوي وكذلك مسير داخل عصبه الشرق كذلك داخل كان مؤخرا داخل فريق المولودية وجيه. تفضل سي حسن واهلا بك. شكرا سي امين. الموضوع اللي بغيت ندخل في الموضوع ديال الاقصاء ديال انا بغيت نسولك واحد لو ديتاي سي حسن لان باش ما نبقاش نقول فيه العشوائيات. اللاعب اللي هو الابن ديال عندك هو بغيت راه هذا راه عامل داخل في الو وي وي سي تفضل سي حسن. نعم واش قلت لي السؤال شنو هو؟ على اللاعب ابن سي عزيز كركاش هل المشكل ديالو هو مشكل اداري؟ مشكل نتو على الجميع ربما السؤال الاداريين داخل الجامعه الملكيه المغربيه. ما دارتش خدمه اداريه على مستوى هذا اللاعب.
ابارامون ما نظنش ما نظنش لان اللعيبه عنده امكانيات. انت كتعرفوا انت كتعرفوا الوقت اللي جا وهذه كتعرف الولد مزيان كتعرف يعني يمكن لي يكون ضمن هذا المنتخب اللي تخسى مع الاسف واللي حقيقه انه واحد الجيل اللي ضيع واحد واحد الفرصه اللي كان يمكننا نهيئوا من خلاله الفريق نتاع المستقبل ديال الفريق عليه. ولكن يبقى السؤال المطروح سي امين وهو ان ربما لو كان هذا المدرب قام بالواجب ديالو كان يمكن نتقصاو لان كره القدم هي هذه يمكن نتقصاو. السؤال الجوهري اللي نوضعو وهو الهيكله ديال كره القدم المغربيه حتى علاش وحنا خاصنا نبقاو نجيبوا لاعبين من خارج ومن لاعبين مغاربه ولكن الى متى نبقاو نجيبوا لاعبين حنا من خارج هذا الوطن رغم انهم مغاربه وعندهم الحق يلعبوا في الفريق الوطني ولكن شنو هو المنتوج ديالنا لداخل الوطن؟ اذا انا السؤال اللي خاصو يتوضع اليوم وهو كيفاش يمكننا نواجهوا المستقبل؟ كيفاش نستافدوا من هذا الاقصاء باش نبنيوا المستقبل ديال كره القدم المغربيه؟ راه ما يمكنش نبني واحد المستقبل ديال كره القدم المغربيه في غياب الرياضه المدرسيه، في غياب بطوله ديال العصبه الجهويه، لان ما يمكنش ان عندنا 11 عصبه ما يمكنش ان عثمان كلاش عطينا لاعب مينيم كادي جونيور تا عدد الممارسين ضعيف وضئيل جدا واسباب لان خاصنا نمشيو ما خاصناش نبقاو نغطيو الشمش بالغربه لان كان ربما كان كنا تاهلنا ربما هذا الموضوع ما غاديش ما يمكنش يتعمل نمشيو نبقاو فرحانين اننا غادي نمشيو لليابان. اليابان مشينا لها سنه 1964 مشينا لها الالعاب الاولمبيه اي هذه اكثر من هذه 50 سنه مشينا بامكانيات وبلاعبين من داخل المغرب وبامكانيات ماديه خيرة. اذا العنصر البشري خاصنا نستمروا في العنصر البشري راه ما يمكنش وماشي معقول اننا الرياضه المدرسيه ان في الابتدائي مثلا ان الطفل المغربي ما يلعبش الرياضه في الابتدائي بين سن الخامسه والعاشره و11 سنه ما يمكنش ان اللاعب اليوم التلميذ يمشي يلعب الرياضه واحد المؤسسه اللي ما فيهاش مثلا مستودعات ديال الملابس وما فيهاش لي دوش. راه ما يمكنش الطفل اللي عنده 16 سنه ما يدوش يقرا مثلا الرياضيات ويمشي يدير الرياضه ومن بعد يرجع يدير الفرنسيه او الانجليزيه وهو ما مدوش. اذا خاصنا نشوفوا نراجعوا نفوسنا ونشوفوا اننا رغم اننا بنينا ملاعب وصبونا ملاعب ولكن يجب ان نمشيو للرياضه المدرسيه ونهتموا بالبطوله ديال العصب الجهويه لان حتى البطوله الطفل المغربي اللي تيلعب الكره يحتاج للعصب. انت كان عندنا عصب دابا ديال الربيع غادي نشدو غادي العصب يشدو يلعبوا دوك لي مينيمو لي كادي ثلاث ايام كل ثلاث ايام عند 12 عند 11 عند 10. اذا يجب اعاده الهيكله واعاده استراتيجيه ماذا نريد ما اللاعبين ديالنا اللي تنجيبهم من خارج ارض الوطن هادو راهم تيلعبوا في تكونوا خارج ارض الوطن غادي يجي واحد الوقيته اللي ربما غادي يبقى اللاعب يفضل انه يلعب مع فرنسا او ركزوا اللاعبين المغاربه اللي يلعبوا مع الدنمارك اربع ديال اللاعبين حقيقه خاصنا نحسبوا اللعابه ديالنا لانهم مغاربه ولكن باش نلقاو لاعبين ديال اللي عندنا داخل ارض الوطن لان ماشي معقول ان الحقيقه ان الجامعه مثلا رصدت واحد الامكانيات كبيره ولكن باش ما يكونش عندنا منتوج من داخل ارض الوطن انا تنعتبر اننا رحنا في واحد الطريق اللي ربما خاصنا نغيروه اليوم خاصنا نشوفوا استراتيجيه اخرى وخاصنا نجعلوا من هذا الفشل ديال الوصول الى الاولمبياد باليابان نجعلوها منها درس ولكن ما نطويش الصفحه لان ما خاصناش نطوي الصفحه ونغيروا مدرب لان حتى هذا البلاغ اللي جا من الجامعه وهو ان يتصفي هذا باقاله المدرب ما هذه ماشي اقاله ماشي قال نهايه مهام هذا دابا انا قلت قبيل البلاغ جا فيه خبر ينفي البلاغ لا هذه جيتو كان يقولوا مثلا لن نجدد مع هذا المدرب مثلا المدير التقني مثلا تيلرغيت مثلا تيعمل بدون عقد لحد الان اذا وانا جيت مسيرة ان هذا المدير التقني سوف لن يتجدد معه العقد اذا خاصنا نجلسوا وخاص تكون واحد نطريطوا شويه ونشوفوا ان كره القدم مرتبطه بالواقع ديالنا نعم اذا اسمح الاخ خلص في ديال الوقت شكرا شكرا سي حسن لانها مواضيع مهمه جدا
وكذلك بهذه المناسبة نهني الأخ منصف اليازغي بمناسبة تحمله مسؤولية لكتاب به الرابطة المغربية للصحافة الرياضية، وكذلك الأخ يونس خرشي بمناسبة نحن في حاجة ماسة لهذا النوع من المؤلفات، وتحياتي الأخ أمين. شكرا شكرا ليلى سعيدة. سي حسن مرزاق، الشاب محمد أمين ضمير، الآراء تختلف، ممكنش تقول هذا راه أنا عندي الحقيقة ولا الآخر ولا ممكنش، الناس كل واحد تيقول رأيه على حسب القناعات كيفاش كيشوفها وكيفاش كيمرولو كيفاش كيعيشها، وتقبية لا أنا ولا أنت لم نراكم تجربة التي راكمها سي حسن مرزاق في المجال الكروي والتسييري ومعرفة اللاعبين والرياضيين إلى غير تقبية سي لا أنا ولا أنت. أما الشاب هضر على رجل الله يا خويا اتصلت ب 1000 ماكش هضر عليه وما كاينش، هضر عليه غدا في حلقه مع اسامه ومع الناس، كنت كنتمنى يكون باش نقول له كل شيء في وجهه وهو تسمع. بغيتكم تسمعوا معايا سي رشيد غفلاوي. علاش سي رشيد غفلاوي؟ هو واحد المثال ديال واحد السيد مشى كيخدم في افريقيا وخدم بالكونغو، حاليا هو تيخدم اف سي ويليامز ما يعرف بواك في كوت ديفوار، كانت لعبات مع الوداد تشامبيونز ليغ مؤخرا وكيدير نتائج جيده. بغض النظر على النتائج انا ما تسهمنيش على النتائج، كيهمني الاكسبيرينس تجربه اللي عند السي رشيد. غادي نسولو اسئله مهمه وهي عندها علاقه بالسي ناصر لارغيت وبهاد الناس. كنظن معنا الخط سي رشيد غفلاوي مدرب فريق اف سي ويليامز في كوت ديفوار عن الدرجه الاولى، وكما قلنا راه كنلعب مؤخرا تشامبيونز ليغ مع الوداد. اهلا سي رشيد. اهلا سي حميد، كبير لي باش نكون متواجد معك على البرنامج ديالك. شكرا سي رشيد، وحنا شرف لي نستقبلوك سي رشيد. سبق لك اشتغلتي بالكونغو الديمقراطيه بطبيعه الحال؟ نو، سبق لي اشتغلت اولا بالنيجر ثم مالي ثم الكونغو الديمقراطيه والان في كوت ديفوار. اذن الحمد لله انك ولات عندك واحد المعرفه بالثقافه والعقليه وكيفاش هاد الناس اللي كاينين حاليا داخل الدول كيفاش كيطلعوا اللعابه ديالهم وكيفاش كيجيبوهم للمنتخبات. الحمد لله قبل ما نشتغل في هذه الدول كانت عندي بزاف ديال العلاقات، وكي تنقولوا حنا بالفرنسيه كان عندي ريزو، كان عندي علاقات مع الناس اللي في دول جنوب الصحراء. ومن بعد خدمت في هذه الدول والحمد لله اكتسبنا بعض التجربه اللي تدخلنا نفهموا كل عقليه كل لاعب في هذه الدول على حده. نعم سي رشيد، سؤال مباشر، هل وانت والناس بحال دابا انا كصحفي عادي تنعرفك وبزاف كنعرف اخواني يعرفوك، بمعنى انا كاين ناس في اداره التقنيه تعرفك، تعرف انك عندك تجربه في هذه الدول اكيد، واش عمر شي واحد فيهم اتصل بك؟ لا ما كاينش شي اتصال لحد الان، ما عمره كان شي اتصال. الاتصال الوحيد اللي كان معايا كانت نادي الوداد البيضاوي في ليبوك ديال توشاك، وكنت تعاملت معاهم بديرابور من بدايه المقابله الاولى اللي كانت على ما اظن ضد جمارك النيجر حتى المقابله اللي الحمد لله ربحوها وقصوا مازينغ الكونغولي. نعم دونك هذاك هو اللي كان عندك اتصال مع هو نادي الوداد الرياضي؟ اكيد هذا هو الاتصال الوحيد اللي كان مزيان. انا ملي كنسوق القضيه واش اتصلوا بك الناس ديال الكوت ديفوار ديال الكونغو الديمقراطيه، واش عمرهم اتصلوا بك باش يسولوك ويستفسروك وياخذوا عندك معلومات؟ اكيد تربطني علاقه كبيره ووطيده بالمدربين ديال الكونغو الديمقراطيه، الحمد لله خلينا صدى طيب، وكنت هذا العام قبل ما نجي لكوت ديفوار راه كنت غادي نمشي للفريق ديال سائل والو بوبو الفريق الثاني في لومباشي من بعد في مازيمبي، لكن الفريق ديال ساماجيسي سانغا بلاندي داروا الجمع ديالهم وعلنوني كمدرب رسمي، لهذا ما بغاوش يدخلوا الفريق الاخر في هذا لابوليميك وفضلوا يتراجعوا اللور. الاتصال الوحيد نهار جات الكونغو نهار جات تيبي مازيمبي باش يجاوا يلعبوا مع الجديده. فكانوا عرضوا عليا وداروا واحد مأدوبات عشاء في الجديده ومشيت وتكلمنا على بزاف ديال المواضيع مع مسيو ميهايو اللي كان في ليبوك ديالي انا فاش لعبت في الكونغو كان ادجوان ديال فيلوت. وتطربتني كذلك علاقه قويه جدا مع فلوري ايبينغي لو سيليكسيونور ديال الفيتا كلوب ديال الفيتا كلوب اللي هو صديق ديالي، تعرف الحمد لله
المؤهلات اللي كيتوفر عليها المدربين المغاربه. وبزاف كنتناقشوا في, في 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 مستقبل الكره الافريقيه وقت ما تحتينا الفرصه. واش كيجيك عادي تحت ما تسوق لك وانت عندك تجربه بالكونغو الديمقراطي وكتعرف مزيان هاد اللاعبين اولا كيفاش كيجمعوا هاد الناس هاد اللاعبين؟ بالنسبه لي انا كمدرب محترف كيبان لي بانه شيء عادي لانه كل واحد تيختار الجانب اللي يرتاح فيه وكل واحد تيعرف اش اللي شنو هو العمل اللي تيقوم به. لكن كمغربي فهذا تيألم شي شويه لانه من بعد الاقصاء الفريق الوطني الاولمبيك من 23 سنه فكانت اتصالات كثيرة وكثيرة من صحفيين من الكونغو الديمقراطية اللي كتعرف تيبغيو يتكلموا معاه في هذا الموضوع هم كوا هما راه ربحوا هذا وهذا. لكن انا بالنسبة مع الكونغوليين فجوج ديال لي سيت انا لو كونسلتون ديالهم ديريكت وقت ما كانت شي حاجة الا وتيتصلوا بيا باش نعطي الرأي ديالي. طيب انا سؤال اخر، هذا المنتخب سمعنا يلاه تجمع شي جوج الاسابيع ثلاثين ما عطاوش اهتمام كبير عكس منتخب ديالنا اللي هذه سنتين هو مجموع. ماشي معطوش اهتمام كبير، هما تعرفوا النوادي ديالهم بانه نوادي قويه وتتعمل في في في, في العمق لانه تتشوف اكثريه اللاعبين الكونغوليين ما تيخرجوش لاي. نعم الو سي راشد، جميع الظروف متوفره لهم لانه الفريق صافي باركي. نعم انا معك، تفضل عاود هذه النقطه هذه تفضل. كنا في انهم هما قلنا بانهم ما جمعوش اللعابه تفضل. لا هما ماشي ما عطاوش اهتمام للمقابله، بالعكس الاهتمام معطي لهذا الفريق. لكن هما متاكدين مزيان من العمل القاعدي اللي تيتم اللي تيعملوا فيه الانديه ديالهم لانه انديه محترفه بمعنى كلمه، حتى لو نيفو دو شامبيون ديالهم مرتفع بزاف واللاعبين مرتاحين ماديا. لكن اللي زاد حمسهم واللي زاد قواهم وعطاهم واحد العزيمه من بعد الاتصالات والمعرفه ديالي بالكونغوليين هو كيف قلت راه كنت قلتو في واحد الاذاعه غيسامون، واحد الاذاعه ديال الراديو، قلت بانه هذاك التصريح اللي عطى الناخب الوطني مع كامل الاحترام لشخصه زاد الضغوطات وحمسهم باش يربحوا هذه المقابله. انه اي فريق افريقي كيف تعرف الاخ حميد تيلعب مع ملي تيبغي يلعب مع المنتخب المغربي في المنتخب المغربي شي حاجه كبيره. لهذا لا هما كيديروا واحد المكانه في شكل الانديه الشمال او منتخبات شمال افريقيا عندهم معاهم. لا بالضبط المغرب ماشي الدول شمال افريقيا ككل، بالضبط المغرب لهم الكل تيحلم باش يجي يلعب في المغرب. لهذا هم بالنسبه لهم سي ان مارشي، وكيف قلت وتنعاودها وتنأكدها هو اللي زاد حمسهم لانه اتصلوا بيا اخوان وتيقولوا لي وصفتوا لي التصريح الكونغوليين وتيقولوا لي حنا تنتسناو المغاربه حتى تيجيو، وانا كنعرف الكونغوليين ملي تيكونوا متحمسين اشنو هو الاداء اللي يمكن يعطيو. لكن باش نقولوا ما عطاوش اهتمام، لا هذا ما كانش، جوست انه الدوله كانت تمر بانتخابات رئاسيه وانتخابات ديال لاميري وانتخابات ديال لاكوبرنوس وتما شي شويه الانتخابات سخونه. لهذا كان لابد باش هما يربحوا باش الشارع ديالهم يكون فرحان وأموا يكلموا لي شخص. واش بصح ما عندهمش الشامبيونات دو جون في كونغو؟ لا الشامبيونات دو جون ما كايناش، كاينين دي سونتر دو فورماسيون. انا بالنسبه ليا هذوك لي سونتر دو فورماسيون سي كوم دي سونتر انتر كارتي بحال هذاك الشكل فرونسي، يعني لو ترافاي دي كارتي اللي كانت تدار في الثمانينات والتسعينات. لكن عندهم دو غرون سونتر اللي هما تري فور اللي هو اوجانا لي غابدينو ديز ايطاليا اون كولابوراسيون مع لا فيدراسيون، غابدون ديز ايطاليا اون كولابوراسيون مع لا فيدراسيون، يعني سي لا فيدراسيون كي جير. هذيك لا بيبينيير المزيانه تتهز وتتمشي اما لبلجيكا اما الدول الاخرى وتيبقاو متبعينها. وكاين الاكاديمي فوتبول ديال مويس كاتومبي اللي هو الرئيس ديال مازيمي، هو الرئيس ديال لو تي بي مازيمي، الرئيس الفعلي ديال تي بي مازيمي اللي كان خلقه حتى برنامج على بعيد المدى، ومن بعد طلعوا للبريمي ديفيزيون وهذه السنه اللي مضات هبطوا للدوزيام ديفيزيون ومنها هزوا اربعه ولا خمسه اللعابه حطوهم في تيبي مازيمي منهم لاريان سانترا ومنهم دونك ما عندهمش شامبيون دو جون، كيديروا لي زاكاديمي تيلعبوا في مباريات تيبقاو ينقبوا. نعم لا ما كايناش شامبيون دو جون لا تما لا في مالي لا في بوركينا لا في توغو لا في بزاف ديال الدول عندي علم ما كايناش فيهم ان شامبيون دو جون. حتى في لا كوت ديفوار ما كايناش ان شامبيون دو جون. دروك راه هما تيقادوا في واحد البرنامج باش يحاولوا يديروا ان شامبيون دو جون، لكن لي مويان فينونسي ما تيسمحوش لهم. لهذا العمل القاعدي كله تيتدار في لو كارتي في لي سونتر دو كارتي.
نعم دونك كاين بزاف الرجاوي كيسولوا هذا العام يقال بانه يقال بانه غيجي الرجاء اللي وراء لو 8 ديال فيتا كلوب سميتو نغوما عندك شي معرفه من العام هذا وي هذاك اللاعب نغوما كنعرفو مزيان لانه فريق فيتا كلوب تيسيروا ان جينيرال وهما حاطين ايبينغي ملي دخل من اوروبا جابوا فلورون ايبينغي وبحال ديال الكلوب ديالو لانه عايش في الكلوب صافي 8 طون دابا تما في الكونغو عزيز عليهم ياخذوا لونترينور على واحد المده اللي طويله يبقى معاهم لونترينور لانه دائما الجمهور ما تي اكوزيش المدرب بزاف سورتو يا شافوك يخدم مزيان بكثر ما تي هو نورمالمون لاعب حر في الاخر السنه لاعب حر هذا هو الاخبار اللي سمعنا نغوما كان بغى يمشي بزاف ديال الفروق تعلن فيها وتيقولوا بانه سينا كونترا وفي الاخر ما كاين والو لكن هو غادي يولي لاعب حر ويا ما جاش احدى الفروق ديال دول شمال افريقيا فاكيد اكيد اكيد غادي يبقى في فيتا كلوب ولا ما خرجش ديال كلوب كاينه تنزانيا وكينيا ولا جنوب افريقيا هادو هما الدول اللي يقدروا يعطيو هذاك لو سالير نغوما ولا المولوكو ولا لاي واحد في فيتا كلوب. نعم سي رشيد غفلاوي شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات ونتمنى لك حد موفق في التجربه ديك الجديده مع فريق اف سي ويليامز في الكوت ديفوار. شكرا سي رشيد. جوابا على سي حسن مرزق فسي رشيد لم يتصل به احد من الاداره التقنيه وكما سمعتوا كاملين فسي رشيد غفلاوي يعرف حق المعرفه الكره ديال الكونغو الديمقراطيه. رقم 0628252280 خلاصه تكوين سي محمد امين مسؤول اول في اقصاء المنتخب هو القجاع في الدرجه الاولى وناصر في الدرجه الثانيه مجيد وينر محمد ايد صلاح. الخلاصه ان التكوين الجيد هو مراكز تكوين معيار حصول لاعب في المستوى العالي وليس لاعب لقاء دون المستوى هنا وهناك. لا يمكن الكره الوطنيه ان تستخدم بدون بطوله قويه لمستوى الفئه الصغرى مع التكوين ابراهيم الفتيحي. لا يمكن الكره قريتها خويا ابراهيم الفتيحي اصلا بيئة مراكشي قريبا للاعب الافريقي هشام. سي حسن جاوبتك على النقطه وراه جاوب عليها. انا نغادر برنامجك محمد امين الضمير. خويا محمد امين مرحبا بك واهلا بك. حنا هنا تنتقاسموا المعلومات فقط لا نفرض راينا على احد. لا انت غتفرض عليا رايك وانا غنفرض لك رايك مرحبا به ومرحبا على راسنا من فوق. واش لاعب رقم 12 كنقول عنده اقل من 23 سنه؟ ممكن تقرا رسائل ديالنا حسن برجان. دائما مع الاهل صايل توجد في البطوله في الصوره جاوب عليها. شكرا استضافه هذا الضيف وسلم عليه الله سلمنا عليه. سوفيا كاين لاعب لم يقدم اي شيء فريق وطني مع ضربه جزاء لاعب انا ثقيل وكل تمنيت لم تكون ناجحه عبد الكريم الرفاعي. ديما ماس شنو بغيتو بدر ماتي فوا سومي كو نو نو سون با ان بي سبورتيف دي سوكسي اوكازيونيل كان 1960 4 ou 5 médailles d'Olympique et puis rien du néant. Donc arrêtez de nous vendre des mensonges. الو داك اخبار جديه القمم الماليه اللي يمكن الاستفاده منها الفرق في السوبر افريقيا من ترجي اللي غنمشيو تما عفوا ان شاء الله. راه حتى ولاو توقف على حرباني من الليل غادي قدام ان شاء الله حليم البدوي. بكل صراحه وموضوع لاعب المنتخب الاولمبي ينقصهم الذكاء في لعب كره القدم. تحيه رياضيه سي السويكي. هذا الفريق عنده توأم مع خويا محمد ايد صالح. انا ماشي موسى باش تقالي محمد امين الضمير لا انا قلت لك انك انت القطع الخط على الاخ الاول ما عرفتش علاش اعتذر ناخذ مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. الو الجواب سي محمد امين الضمير وانا عند كلامي بان بزاف اللاعبين في القسم الثاني تكتيكي ضعاف. الو السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا الاسم والمدينه. هاك عمر من الجزائر. اهلا سي عمر تفضل. الموضوع ديال المنتخبات كاين المنتخب الاولمبي كذلك اقصاء ديالو وغير ما تفضل. انا كنتمنى للرجاء دير شي مقابله زوينه في الدوحه ان شاء الله ودرغنا باللقب. نعم وبالنسبه للمنتخب المنتخب كمنتظر صراحه اش يجي تشوف كما الاخر كتحمس على الجميع لانه الا جيت تشوف مين اللي تاخذوا ما في مثل الاربيط كان الناس الاربيط كان حرمه الله
ليش شفتي حرمه الله اللي كان ناجح في العمل ديالو لا في ما كملش العمل ديالو باش نعرفوا ناجح ولا ما ناجح شيء ما لا ماشي ماشي في الجامعه كندوا على الامارات وكندوا على الامارات وجراو عليه وخلاو واحد اللي فاشل في 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 في, في الاكاديمي ديال محمد السادس نعم نعم يعني كتصيفط واحد ناجح وكتخلي واحد فاشل هذه هي النتيجه نعم نعم وشكرا خويا حامد شكرا الى سعيده تبارك الله عليك مكالمه اخرى الو السلام عليكم قطع الخط دائما رقم 06-28-50-80 اعيد 06-28-50-80 ناخذ مكالمه الو السلام عليكم الو الو سمعت امين مرحبا الاسم والمدينه سعيد عصام مراكش اهلا سي عصام تفضل الله يبارك فيك سي محمد امين بخصوص المنتخب الاولمبي انا كنظن بانه الى لاحظنا بالنسبه للمنتخب الاولمبي في ديك المقابله الاولى الثانيه كان تيبان بانه هذاك لونجاجمون فيزيك ديال اللاعبين ديالنا مقارنه مع اللاعبين ديال الكونغو الديمقراطيه كانوا ضعاف علاش لانه انت تيبان الفرق بين لاعب مثلا تلعب في البطوله المحليه مع لاعب محترف ملي كيتقدم في السن تيكون لاعب يعني اللي كيكون كبر في اوروبا مع التقدم في السن كيتبان الفرق اما دابا انا كنت كنفضل بانه يكونوا لاعبين ديال المحليين اللاعبين المحليين اللي يكونوا كيتجمعوا بزاف تيلعبوا بزاف مع بعضياتهم عندهم الميم لونغاج عندهم الميم كولتور كانوا يقدروا يوصلوا دابا جا الاقصاء تنظن بانه المنتخب ديال الكونغو الديمقراطي كمنتخب قوي فرض الايقاع ديالو فرض الاسلوب ديالو فرض نفسه فرض ذاته تنظن بانه الان خاص غنتسناو الانتصار بالورق ولكن اذا كنا غادي نمشيو لكوب دافريك في مصر خصنا نديو منتخب اللي يكون لا ماجوريتي ديال اللاعبين ديالو من البطوله الوطنيه لانه ماشي تنقيصا من اللاعبين اللي تلعبوا في الخارج ولكن لانه هذوك اللاعبين اللي كيلعبوا بالخارج حنا ذاك الاتموسفير فين كيلعبوا حنا ما تنعرفوش كيكونوا لاعبين مثلا بلاتي بلاتي الله يخليك خلطتي ليا جوج حوايج ماشي في خطره دابا المنتخب الاول غيمشي كاس افريقيا هذوك اللعابه راه تعاودوا راه لعبوا كوبا افريقيا على المنتخب ديال ما تهضرش على واش كون اللي غيلعب في مصر هادو راهم كيلعبوا على طوكيو مصر فيها الاقصائيات ديال الالعاب داكور فوالا متفق معك دابا هنا انا معك دابا طيب انا غنسولك واحد السؤال سهل في كاينه الكره القدم المتطوره عالميا في اوروبا وحنا نخلي اوروبا ليا فكره القدم متطوره ونقولوا لا حيت خصنا نديو برودوي اللي هو محلي نديو الى واش المنتخب هو في مبدا الافضليه ولا في مبدا ديال لا ما تنتكلمش دابا انت محمد امين ما تنتكلمش على المنتخب لا انا كنناقش معاك انا كنناقش معاك انا تهضر لك على الايفنت طرو الايفنت طرو لاعبين لا كاليتي ديال اللاعبين اللي تيجيو من اوروبا الايفنت طرو ماشي هي لا كاليتي اللي كتجي للمنتخب الاول لاعبين تيجيو المنتخب الوطني الاول لاعبين دو غون كاليبر هذا ما نقاش يعني يجي شي واحد يقول لك حيد لاعب مثلا دو غون كاليبر جاي من اوروبا تلعب واحد من البطوله هذاك ما نعرف ولكن في الايفنت طوا لاعبين اللي دو غون كاليبر ما جاوش جاو لاعبين دو دوزيام كلاس اذا من الاحسن ناخذوا لاعبين اللي عندهم لا كومبيتيسيون هنا في البطوله الوطنيه يقدروا يقدموا لنا مستوى كبير بالنسبه للمنتخب الوطني الاول في المقابله ديال الارجنتين تنظن بانه هذه فرصه مواتية باش نماركيو ليستوار ونربحو أول مرة مقابلة منتخب أمريكي لاتيني لأن ملي تدوز الوقت متيبقاوش يقولو شكون اللي كان لاعب ميسي ولا مكانش لاعب منتخب الأرجنتيني سكالوني من خلال المتابعة ديالي سكالوني حدد من خلال مقابلة ديال فنزويلا ديال المغرب على أنه باغي يلقى لاعبين بدلاء النجوم ديال المنتخب ديال الأرجنتين شفنا المقابلة الأخرى وشفنا اللائحة راه غتلقى لاعبين تيلعبو في الدوري الأرجنتيني ديرون بلاصون في الدوري الإنجليزي وفي الدوري الإيطالي ومعه ميسي علاش غير ميسي باش يرجع هذاك لو روتور وداك لو بريستيج ديال لو روتور ديال ميسي ما جاش يلعب الكره اذا هذه فرصه ان شاء الله باش المنتخب الوطني المغربي يمارك ليستوار غتكون اول انتصار ضد المنتخب الامريكي ديما لا ديما لا شكرا والمباراه غادي نتابعوها غدا ان شاء الله ونجيكم مورا الماتش ويكون معنا صديقنا اللي غنتصلوا به بعدا قال يعطينا اجواء المنتخب الوطني المغربي واجواء مدينه طنجه وهذه التويل اللي مباشره هناك من طنجه مكالمه ناخذها الو السلام عليكم وعليكم السلام سمحة الأمين مرحبا الاسم والمدينة معك عبد الله مدينة تبرش مهند تحية لكم مشاهدين الكرام عبد الله مدينة تازة تازة أهلا سي عبد الله مرحبا الله يبارك فيك الله يبارك فيك أنا بداية نكون نتكلم عن المنتخب الوطني بس نتكلم أنا المركب غير محمد الخامس وتصرح لي قام بالسيسة عبد المنصري صراحة مؤسف كيتكلم بواحد الطريقة وكأنه خصوصا على السيسة عبد المنصري أنه الرئيس ديال فريق الوداد الرياضي وكيقول له مودي كيسول الصحفي كيقول له مودي سي سعيد شنو معطيه ديال كيقول له ما عارفه هو انه مدير الشركه
سيئة قام بالتصريح عندكم في أواخر شهر يناير وقال بأن الملعب سيفتحون في أواخر شهر مارس. تدير معاه هذاك تي بحال هكا تقولوا تيلوحوا الكره تيلوحوا البالون زعما تيحطوا قدام تيحطوا قدام امر الواقع تيقولوا فينا هو الالتزام اللي توعدتي به مع الناس. انا متفق معك بان رئيس الوداد كان خصو يكون عنده جواب اخر. انا متفق معك وكي شنو بغيتي يدير هو الا كان لا حول له ولا قوه اشنو يدير ماذا عساه ان يفعل؟ لا ما فهمتينيش. ها هو رئيس فريق الوداد ماذا عساه ان يفعل؟ شنو غيدير؟ غيمشي مثلا عطيني وحده منهم فحسب رايك انت. عقلك عنده اتصال مباشر بهذه الشركه هذاك الظل بانه ما عندوش اتصال مباشر بهذه الشركه على حسب تصريح هادي عمر. لا واش انت كتظن بانه سي سعيد الناصري بهذا السذاجه اللي كتقول دابا انت زعما بين بان سي سعيد الناصري استعمل ضغط ناعم ودار واحد الضغط ديال على المسؤول تيقول له ودي فينا الالتزامات اللي التزمتي امام الجميع. ولكن ما اظن بان سعيد الناصري ما عندوش اتصال بالمسؤولين ديال كازا اميرانجو. ما تنظنش بان هذا هو اللي قال له انا ما عندي حتى شي حاجه. نعم قال له انا ما عندي والو من غير تصريح لي عطى الراديو عمر. ما عندي حتى شي حاجه اخرى. على كل هذه المره المنتخب الوطني المغربي لا لا قول لي رايك. انا ما قمعتكش في رايك اخويا حاشم عبد الله. كمل لي رايك وقول لي فاش انت ما اتفقتيش وشنو كتسنى من رد فعل سعيد الناصري. والله الا كنت نسنىك فكره بالعكس انا ما تنعرضكش تناقش معك تفضل. لا بالعكس انا عطيتك الفكره اللي عندي. انا قلت لك انا ما كيشرفنيش التصريح هذا انه رئيس الوداد يتكلم بهذه الطريقه. الوداد مؤسسه خصو عندها المعطيات كامله وخصو عندها بما انها هي فرقه هي والراجل جوج الفرق الكبار اللي كيسدوا لنا الملعب. اذا الشركه ملزمه انها تتواصل معهم وتعطيهم المعطيات الدقيقه لان اي ورش في العالم فاش كيتفتح كيكون معروف فوقاش غيبدا وفوقاش غيسالا شي اللي عارفينه حنايا. اي ورش في العالم ما كاينش ورش في العالم كنفتحوا وكنقولوا الدغري نساليو من هنا واحد المده شنو يلا واعلم. انا اللي بان لي هو ان الفريق الوداد خصو عنده المعلومه تكون عنده. على كل مر المنتخب الوطني اسمه محمد امين. نعم انا بالنسبه لي هذه ليست بكارثه وما وهذا تحسن حاصل. نعم والمغرب راه ما تاهلش لريو دي جانيرو. اذا ما كاين شي حادثه تسير ولا هذا اكسيدون الباركور. حنا تعودنا على اننا في الفئات السنيه ضعاف وما عندناش سياسه رياضيه. حنا على مستوى المنتخب الوطني الاول كنقوم ببعض النتائج المتفرقه هنا وهناك بفضل منتخب مستورد من اوروبا. نعم ما عندناش حتى مساهمه فيه 0% في التكوين من غير في الان في المنتخب الاول من غير يوسف الفاين عندنا حتى شي لاعب اللي حنا ساهمنا فيه ولو حتى ب 1%. اذا حنا في المغرب ما عندنا لا سياسه رياضيه لا توجه على مستوى الفئات السنيه. بالتالي هذا امر عادي اننا نكونوا في هذه الوضعيه هذه. وغير باش نقول لك اسمح لي قلت بان التكوين في المغرب هو الافضل على مستوى افريقيا. لا التكوين في مصر افضل منا بكثير ويمكن تشوف في الاهلي مثلا. لا ولكن ماشي افضل منا بكثير يعني راه الاسبان وحنا تقريبا غتقول يا ودي هما مالو ما عرفتي فاش عندهم الافضليه. وانا هنا في غنتفق معك بان سياسه الدوله تساعد على الرياضه بصفه عامه لانه ما تيساليو التعليم مع ميقات ثلاثه ولا جوج اونس وبالتالي له المساحه الشاب. وكاين نوادي ما يعرف لان يعني الاستعمار الانجليزي ماشي هو الحمايه اللي كانت ديال فرنسا. الانجليز عندهم واحد الثقافه ديال النوادي وديال انه خليو الفرنسيين عندهم ثقافه اخرى الا شفتي النوادي اللي زوينه في فرنسا هي النوادي ما يعرف بالبيتانك كرة الحديدية. وراك عارف شنو كيحيط بها وهذيك هي ثقافتهم هذيك هي الثقافه ديالهم عكس لي زونغلي عندهم ثقافه اخرى في التصور. هذا فرق ثقافات. استفدت منه مصر لحقه زمنيه كبيره بان اللاعب المصري اون بليز الرياضي يكون مثقف لان ساعدته الظروف انه يقرا وهذا فرق كبير جدا في المعطيات. مع ذلك كان هناك اجتهادات هنا بالمغرب وكانت هناك امثله خصنا نبنيو عليها. ما يمكنش ان في التسعينات تعطاتنا بزاف اللاعبين وتعطاتنا منتخبات. اذا شنو السبب في اواخر الثمانينات شنو السبب؟ ومع ذلك كانت الامكانيات اقل والملاعب اقل والتطور التكنولوجي واقل. دونك ما يمكنش تعطينا لاعبين وهاد اللعابه وصلوا لعبوا في اوروبا ولعبوا في المنتخبات وكانوا اسماء كبيره. ومني جينا العصر اكاديميه محمد السادس كره القدم وعصر مدارس التكوين وعصر الامكانيات ما عندناش. اذا كاين مشكل. المشكل ما يكونش في البنيه التحتيه والمشكل ما يكونش في هذا. المشكل يكون في الاشخاص. سنعرفوا هذوك الاشخاص يديروا الساعه علاش نجحوا وعلاش دابا ما ناجحينش. التكوين ماشي غير بنايات ولا بنيه تحتيه. الان تكلمنا على التكوين بصفه عامه. نعم. يعني يقدر يكون مثلا الاكاديميات اللي كاينين في لافريكا ماشي فيهمش دي جوتي 5 ايطوال وفيهم ملاعب طبيعيه. نعم. ملعب صغير
وبنايه صغيره وكاين عمل يومي اللي كيدير مع الفلاحين غير بالنسبه للفريق الكونغولي وفي 10 لاعبين مازيمبي ومازيمبي كيبان لنا احسن من فريق المغرب احسن من الرجاء احسن من الوداد من ناحيه الهيكله ومن ناحيه التكوين الفريق اللي عنده مثلا الملعب ديالو باني ما عندناش شي في المغرب الفريق اللي مثلا غير الموقع الالكتروني ديالو اللي دخلت له كيعتقد بانك راه كتصفح موقع الكتروني ديال النادي الاحترافي هذا راه هما ماشي بالزيرو راهم بحالنا بحالهم وما بقاش هذا العصر هذا العصر حتى هما جاو بطائره خاصه للكونغو فاش يلعبوا مع المغرب اذا ما بقاش نتكلموا على الامكانيات والملاعب وكذا الاصل مروا ما هو المرحله التاليه اللي هي المناهج ديال التكوين واللي هي الطريقه باش كيتكونوا واللي هي الطريقه المناسبه لينا حنايا حنا ما كنعرفوش الان المشكل. شكرا تبارك الله عليك. شكرا ناخذ مكالمه اخرى. عطيني الميكرو الثاني لو سمحتي يا خالد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا الاسم والمدينه. معك عبدو من مدينه الدار البيضاء. مرحبا سي عبدو. تحيه ليك وتحيه للطاقم ديال اوريزون تي في وبرنامج تكتيك على الخصوص والناس اللي وراء الكاميرا. نعم. بدايه اخويا امين نتكلموا على المنتخب الاولمبي اللي صراحه كانت واحد خيبه امل كبيره صراحه. فاللي شاف المقابله ديال الذهاب ومباراه الاياب فبالنسبه لي انا كانوا شبيهين يعني نفس المباراة كيف شفت الأداء ديال مباراة الذهاب شفت الأداء الباهت ديال مباراة الإياب صراحة. ملي كتشوف العناصر الوطنية في الدقة 70 يعني وقفوا تماما خصوصا في مباراة الإياب هنايا يعني الدقة 70 كل وقف التساؤل يطرح. نعم. هو المنتخب هذا والحصيلة تحصيل حاصل يعني صراحة وتساؤل آخر مارك فوت يعني كان فشل مع منتخب شبان أخي أمين. وتم يعني زج به في المنتخب الاولمبي يعني عاوتاني سؤال هذا اخر يطرح عدم يعني التشكيله ما كل خطره كنشوفوا اسماء يعني ما كانش واحد الاستقرار تاع المستوى اللاعبين وكما قلت اخويا امين فهذا كيبقى تحصيل حاصل ديال الفشل اللي صراحه كيقول لك اخويا امين اذا اسنت الامور لغير اهلها فانتظر الساعه يعني بطبيعة الحال لأن صراحة خويا أمين وآخر أولمبية لعبنا خويا أمين ما كانت لا أكاديمية محمد السادس ما كانوش لي سونتر فورماسيون وكان المنتخب كنتأهلوا والآن كما قلت يا خويا أمين الأمور متوفرة كل شيء موجود وللأسف كنشوفوا الفشل ثم الفشل حتى المنتخب الوطني أمين ولا كنحسوا براسنا أننا بعاد عليه ولاو يعني ما بقاش ديال المغاربة لو الناس كيتحكموا في المنتخبات المنتخب ولا بريفي كما كنقول اخويا امين بقاش ديال العموم ما تنظنش انا ما تنظنش بان كاين شي لعيبه يلعبوا ما يستحقوش في المنتخب الاول ما تنظنش على العموم بالنسبه للموضوع الاخر اخويا امين نتكلم على فريق الرجاء الرياضي اللي صراحه هذا الاسبوع غيكون مشحون صراحه اليوم فالفريق بعد قليل حطت البعثه ديال الرجاء الدوحه امور لاعبين في الدوحه الامور لاعبين وصلوا بسلام الحمد لله التركيز على مباراه ديال يوم الجمعه ان شاء الله مع فريق الترجي مباراه غتكون كبيره وان شاء الله نتمنوا ان فريق الرجاء البيضاوي يدير واحد المقابله قتاليه لان شوف اخويا امين بنشكر واقعيين لاعبين يعني خصهم يبرهنوا المكانه ديالهم ان شاء الله ويتقادوا باش يجيبوا لنا لاكوب ان شاء الله. بالنسبه للنقطه الثالثه اخويا امين نتكلم على الناس المشوشين بعد مشوشين على هذا البرنامج لماذا برنامج تكتيك ناجح اخويا امين انا عطيت بعض الناس وانا متاكد انهم كيسمعوا علاش انا غنقول لهم علاش اولا اخويا امين كاين الراي والراي الاخر احترام الراي والراي الاخر ثانيا اخويا امين كاين اداب الحوار الناس اللي كتحاور اخويا امين كاين واحد الاداب كنتسنط لك وكتسنط ليا وكنخرج بواحد الخلاصه واخا تكون خاطئه المهم كاين خاص الاجتماع عكس برامج اخرى خويا امين اللي فيها التهريج وفيها الشغب يعني واد الناس هادو راه يعني خليوا هذا البرنامج اللي هو ناجح والحمد لله انا كنعتبره رقم واحد في من ناحيه البرامج الرياضيه. شكرا. كيما قلت لك اخويا امين كاين برامج ديال الشغب هذوك الناس يوم احسن اما البرنامج هذا الناس كتناقش فيه مواضيع ديال الكره بكل احترام وكل ادب وان شاء الله مزيدا من النجاح ومزيدا من التالق وشكرا لك اخي امين وليله سعيده. ليله سعيده. شكرا سي عبدو شكرا على الكلمات الجميله. ان شاء الله نسعى بان البرنامج ديالنا ان شاء الله يكون في المستوى ويكون عنده مكانته داخل الساحه الوطنيه وحنا غادي بشويه بشويه ما زربانينش وان شاء الله ما كاينش جاو غير موراكم ولاو عندهم السبق. خويا هشام السبق لا يعني شخص مع احترامي لجميع الناس السبق لا يعني شخص كنا فهمتيني مزيان شنو قلت لك السي هشام وصلك مزيان الميساج واحترم رايك السبق لا يعني شخص انا هنا تناقشوا مواضيع فقط مواضيع الساعه
بالمعطيات ولا نناقش اشخاص، خصوصا اشخاص لا صفه لهم. هذا ولك المقابله ضعيفه بزاف. الله يحفظ يا ربي ربحوا حليمه. جميعا تعطي الاولويه للمنتخب الاولمبي والتنسيق بين رونالدو مارك فود زويدو باللاعبين المنتخب الاول مثل حكيمي ونصيري دائما مع الاخوان. واش اوريزونتي ما كتفكرش دير محطه اذاعيه لما لا؟ فين كانوا ممكن نخلي هذا المدرب؟ هذا تاي سياسه قجار لديه من الانديه الوطنيه وسخر الامكان للجميع الفريقين تبارك الله تنظر البطوله قيمتها 360 مليون في حين انا ميسي اذا جاي يلعب خويا قجع لا يسخر الامكان ما تبقاش تقول شي حاجه نعارضوه بزاف الحوايج ما نتفقوش معاه بزاف الحوايج ولكن شي كتقول ما كاينش اخويا طارق ما كاين لا مشحول لا المقابله عاديه قجع لا يسخر امكانيات الجميع لفريقه فريقه تمشي بامكانياته الذاتيه. المنتخب المغربي الأولمبي تأهلي ذاك المدرب مغربي وليس أجنبي. الأكاديمية خصها تكون عند أندية وتكون مراقبة وسير من الجامعة ربيع. مدرب ضعيف جدا خير ديال المستوى مباراة الأمس حسام بوش بيكا هشام مسيو بليز علاش ميديا توداي ولا حتى واحد ما يقد يدخل في القجاع والسياسة ديالو إلا كانت كارثية رغم إمكانيات اللي عمرها تعطات لشي حد سبقو دونك هذا فشل داري خصو المحاسبة اللي كتبدا من الميديا. ما اظن بان شي واحد عنده معطيات ويقولوا لا ما نحسبكش كنسولوه حنا ماشي غندخلوا فيه ولا نديروا ليه ولا سولوه ناقشوا على حسب المعطيات اللي كاينين عندنا. كل فرقة تسعى خصنا في اللاعبين الكونغوليين وافارقه متميزين الا فريق وداد رضا عبد الكريم الرفاعي. ومشكل واحد الممارسين ضئيل في الفئات الصغرى السودان لا ريفيز دو فيالويرو مستوى الرياضي الاعلامي ضعيف هذا حسن عبدو سي باش كتسنوا الاستعمار ديالنا انديه الله يهديك نو انا قلت الفرق كيفاش خلى الاستعمار الانجليزي والحمايه الفرنسيه ما قلتش بانه خصو يدير لينا قلت الفرق في الثقافات. مشكل بك صاحبي هذا ديالنا دائما سور كيل كريتير فو جوجي كون ايكيب اي بلو فورت كون اوتر انا ما قلت شي فرقه احسن من الاخرى وكاينين فرق احسن من الاخرين. الرجوع الرياضه المدرسيه مع بطوله احياء الاول الحل الوحيد الرجوع الى التوهج مع جميع الرياضات. ضيفك الكريم عندوش ديبلوم شي يدرب في الدوري المغربي القسم الاول علي بنجم ممكن دائما مع الاراء الاخوان دائما رقم 0662250 يعطيني دائما الميكرو الثاني ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا الاسم والمدينه. اخ معك بناني محمد. اهلا سيدي تفضل مرحبا. اولا تحيه للمشاهدين الكرام شكرا والمشرفين على قناه هوريزون تي في هوريزون تي في وبرنامج تاكتيك شكرا. عندي انا التدخل الاول هو بخصوص المنتخب الاولمبي كان من الافضل ومن الاجدر باش كانوا على الاقل يكونوا واحد ثلاثه اللاعبين اللي هما ممارسين وعندهم واخدين المكانه ديالهم في الفرق الكبيره ديالهم كان نصيري وكمزراوي وكالحكيمي لان هاد الالعاب الاولمبيه راه بمثابه كاس العالم. نعم. لما كيتشارك في الالعاب الاولمبيه راه لان راه واحد الدوري شي حاجه فحال انك كتشارك في كاس العالم وشي حاجه اللي هي وطنيه لان فرقه ديال المغرب لان الفريق الوطني ما ولا ديال رونار ولا ديال القجاع ولا ديال حتى شي واحد هذا فريق وطني ديال المغاربه كاملين. نعم. من حق المغاربه يشوفوا داك اللاعبين يشوفوا مشاركين. ما كنضش عن كاين شي مدرب يكون عنده الحق باش يحبس لاعبين ما يشاركوش في البطولات الوطنيه ديالهم. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الاخ امين هو ما حدث البارح في تماره داك الشيء زعما من دار الجابين داك الشيء زعما ولينا كنشوفوا شي حاجه زعما اللي حققت خارج على نطاق كره القدم ولينا كنشوفوا لان حتى الاولاد دابا ولاد صغار والناس اللي بعقلهم داك الشيء راه متبعين دابا هاد سميتو هاد المواقع الالكترونيه وكيشوفوا اللي كيشوفوا شنو كيوقع ورا البارح الكاميرات كانوا ناقلين داك الشيء تقريبا ديال العدد زعما ديال المواقع الالكترونيه كلها كانوا ناقلين داك الشيء اللي وقع البارح في التماره والسب والشتم وداك الشيء زعما خايب والضرب ما خرج على النطاق العادي حشومه خرج. ولكن انا دابا اليوم انا سؤال الجامع لجنه الاخلاقيات الجامعه مباشره خص يكون سؤال لان هاد الناس ضربوا اشخاص نعرفوهم شنو السبب اللي خلاهم يضربوا لان سمعنا كلمات خطيره ولكن حتى ملي كيكون ولي كيولي الضرب داك الشكل ويولي سي مراد فالح داك الشكل ويولي يتهم فريق ديال المغرب فاسي كيولى كيتهموا ماشي المره الاولى ديال المره الثانيه والثالثه وكيتهموا المغرب فاسي مباشره لان سي مراد فالح كيفهم وكيعرف راه المغرب فاسي ولا وصلوا ولا عطاه سميه
المغرب الفاسي راه جابوه من فريق ما معروفش. ما فهمتش واش هو قال شي حاجه المغرب الفاسي ما سمعتش. لا قال باش اللي تصنت لي انا سمعت واش كيقول ماشي اول مره كيقول الفريق المنافس ديالنا كيشوش علينا كيدير لنا شكون هو الفريق اللي هذا الفريق اللي المنافس راه كاين زمان راه انا فاش متفق معك السي بناني انا شنو غادي معك في النقاش كنحبسك انا فاش متفق معك هو مدرب خصو يبقى في التدريب ما خصوش يدخل كاع في الاعتبارات كاع تماما لا هذا ولا ذاك ولا وحتى الكلام اللي قال السي مدرع راه خطير. لا كلمه انا السي مدرع رغم ما بغاش يعبر بغاش يدوز هذاك حقه لان سؤال واحد اشنو هي لعبنا النزاهه اشنو هي ولكن ذاك اذا كان ما يحق ما يدوزش معاك وما يدوزش مع شي قناه اخرى شغلوا هذاك حقه ولكن الجامعه حقها ان تعيط له وتسمعوا وتصنت ليه شنو داكشي اللي قلتي لاننا الناس انا نشوف انت السي بناني انت محب للماس. نعم سيدي محب للماس وقريب للماس بزاف الا لم يكن الماس طرف في الصعود كنت تقول هذا الكلام كيفاش واش لو لم يكن الفريق المغرب الفاسي طرف الصعود واش كان يكون عندنا نفس الوقت اسمح لي انت فهمتي مزيان السؤال اللي قلت لك باش الناس تفهم اشنو كتقول فهمتو مزيان انا السؤال ديالك فهمتو مزيان انا اول حاجه لان انا كبير في السن وعندي عندي احفاد ما عنديش الله يخليك وليداتك الحمد لله وانا اللي كنبغي وعندي وتا ولادي عندهم علاقه بالكره وعندهم علاقه بالملاعب وانا باقي لدابا حاليا باقي عندي علاقه بالملاعب وقسما بالله العظيم هذا الاسبوع كنت في مدينه فاس وكنحيي من قلبي الخالص الجمهور ديال القنيطره. نعم لان واحد الجمهور اللي جاب واحد الحضاره وكيشجع حتى الاخر هذا غير جديد على الجمهور ديال الفريق وكملوا رغم ان الفريق ديالهم منهزم وحياوه وخرجوا كان شيء لم يكن ما كاين حتى شيء وكل شيء وصل لدارو بخير الا واحد السياره اللي تقلبات الطريق وان شاء الله نتمنوا اقدر الهيه اقدر الهيه ان شاء الله نتمنوا يكونوا وصلوا لعند والديهم بخير وعلى خير هذا الشيء وكتشوف داك النهار شفت عيالات والله العظيم الا شفت عيالات باقي ما جاوبتينيش على الحاج باقي ما جاوبتيش هربتي لي من السؤال مشيتي لي دابا لا هذا هو الجواب اللي كنجاوبك دابا انا كنجاوبك الا بغيت تصنتي راه كنجاوبك انت امين الله يخليك كنقول لك بانني شفت عيالات شفت بنات شفت واحد العائلات شفتهم في الملعب دونك انا الملعب ما خصنيش نشوف السب والشتم ماشي المغرب الفاسي اقسم لك بالله العظيم وكان مسؤول من المغرب الفاسي قام بداك الشيء حتى نعيط لك دابا ونقول لك عيب وعار عليك السيد يدير هذا الشيء اللي دار داخل الملعب لان حنا الملعب حنا بغينا نكونوا حتى فحال شي مسرح بحال كيما كنشوفوا في اوروبا الفرقه خاسره بسته بسبعه وكيصفق على الجمهور ديالها فين كاين المشكل حنا الفرقه ديالنا رابحه خاصه كنقلعوا الكراسه كنضربوا كنهرسوا وحنا شحال كنا كنقولوا الشغب ديال الجمهور ملي ولينا كنشوفوا الصوره خطيره وانا كنتفق معك جمله وتفصيلا ما يمكنش يدوزوا الكلمات اللي دازوا المرور الكرام وما يمكنش التصريح ديال السي بودرع يدوز هكذا لانه اكثر واكثر السي بودرع قلت لك انا فرحان بالنزاهه اكثر من النقاط اسيدي قول لي اش من النزاهه السي محمد السي امين الله يطول عمرك كون سمعتي واحد التصريح ادلى به اليوم السي مراد فالح اللي كنت كنحترمو واللي كنت كنقدرو وكنت كنحترمو بزاف كون سمعتي واحد التصريح اللي قال اليوم في راديو مارس ما سمعتش انا بيني وبينك شتي بهذاك التصريح هذاك التصريح على لسانو كان اليوم الجامعه تعيط عليه يقول لي حبس انت ما صالحش المدرب انا ما سمعتش انا غنعطيو حق في انه يبرر لا خليك السي بناني انا غنتصل به انا للامانه المهنيه انا غنتصل به غادي نعاود نمشي نقلب على التصريح ديالو وغنسمعو قلب على التصريح وغنتصل به كما كيقول لك انا ضربت وخلي ضربوا واحد ونهرسوا ويمكن نقتلوا كاع ويمكن لا ما سمعتش شي ما كذبش اشري راه الراديو ديال الجامعه راه الناس طارقين الراديو باش يسمعوا مع ولادهم لا ما سمعتش انا نضرب ونقتل لا لا كيمشي لنا صوتك السي بناني الو سيدي الو تفضل قلت الحمد لله حنا في المغرب بلاد الامن والامان السي مراد فالح لا تعدى عليك شي واحد ولا تعدى شي واحد على شي اطار من الاطور اللي كيشتغلوا معك الحمد لله كاين المخزن راه كانوا بوليس في الملعب هما ولا سير الحمد لله سير سيبوزي بلانت ولا شي حاجه ولكن باش تحقق بيدك وتقولها في الراديو هي وناخذ علينا حنا ما غاديش انت قلتي التعقيب ديالك قلتي التعليق ديالك ما عجبكش انا غنسمع التصريح وغنشوف هذا عيط السي مراد كي مشكل انا حيت ولا قلتي لي سؤال قلتي واش وقع في المغرب الفاسي لا ما وقعش في المغرب الفاسي قلت لك لم يكن المغرب الفاسي طرف هل كان سيكون لك نفس الموقف دائما غيكون عندي نفس الموقف يعني لان الملاعب انا امن الملاعب ديالنا وخديتها انا سؤال عادي طبيعي جدا لان الملاعب ديالنا ما نكذبش عليك انا اكثر الاوقات ديالي السبت والحد والله العظيم معايا بنتي صغيره وولادي صغار
كاجلس في التلفزيون كنتفرج في مقابله ديال كره القدم. لان السبت العشيه كلها ولا حد سولني على مقابلات قلت كيفاش دازوا بما فيهم ديال الاوروبيين ولا ديال المغرب اول كنعطي الاولويه للفرق المغربيه ماشي المغرب فاتي كنتفرج في غد كنتفرج كوريا كنتفرج. واضح كلام كاسي بناني ونتمنى بانه بانه ان شاء الله يبقى المنافسه الشريفه تبقى حتى الاخر. واحد النقطه اخرى الله يخلي الكاس الامين وانا كنتحدى مراد فلاح ولا اي مدرب ولا ايش الى حصل شي حاجه على المغرب فاسي ولا المغرب فاسي كتلعب في النتائج هذا كلام خطير هذا كلام خطير ما غاديش نوصلوا ليه. اول فرقه اول فرقه نبغيو ينزلوا عليها هي المغرب فاسي. انا كنقولها عبر المنبر ديالي. شكرا شكرا. ولو كان المغرب فاسي غيتلاعب ما كانش يقيم ضارب هكا كون كان فايت شحال هذه ولا مثلا. شكرا شكرا سي بناني. شكرا شكرا سي بناني. باش نكون واضحين السي الحافظ اللي كيقول لي لا خص تكون ملم كاين فرق كبير بين انني نكون ملم وانني نسمع التصريح في منبر. باش نكون معك صريح انا ما سمعتوش ما عارف شنو هي ظروف علاش ما سمعتش ما عرفاش السي مثلا ولا علاش ما سمعتش او انا ملزم باش نسمع او ما نسمعوش هذا هو السبب فقط ليس اهمال او لا شي حاجه بحال هكا انما عادي ما سمعتش ظروف ما تقدر تكون عمليه شخصيه هذا الله سبحانه وتعالى ما غاديش نسمع ما سمعتش لي تصريح قلت له ودي عطيني الفرصه نسمع التصريح ديالو اولا نعيط الناس انا عندي فيهم ثقه كبيره مثلا كانوا دايرين البرنامج مثلا نقول ما ودي شنو قال السي مراد ومن ثم نبداو على الواقعه اللي كنتكلم فيها كما يقال خطير من طنجه واللي غتشهد مباراه قويه مباراة تاريخية كله كيفاش كيفسر التواجد ديالها مثلا رونار سمعتو كيتكلم عليها هيرفي رونار حنا عندنا موفد ديالنا اوريزون تي في اللي هو السي وديع التاويل اللي حضر تفاصيل تدريب المنتخب الوطني المغربي وعندو كذلك تفاصيل مجريات الحصة التدريبية اللي خدها المنتخب الارجنتيني. انا وديع امين واهلا بكل مشاهدي برنامج تكتيك على اوريزون تي في. مرحبا وهذا يمكن تقربنا وتقرب المشاهدين اللي معنا كيفاش داز التدريب واللقاء الاعلامي وكذلك لالفيرونال ولا سكالوني تفضل. اذا كان الانشطه الاعلاميه ديال المنتخب المغربي باللقاء الاعلامي ديال ارفيرون واللي نعم بدل المكان ديالك اخويا بدل المكان ديالك تفضل وديع. قلت امين دابا كتسمعني مزيان؟ كنسمعك كنسمعك امين. اليوم كان اللقاء الاعلامي ديال ارفي رونار اللي تحدث فيه على مقابله يوم الغد ضد المنتخب الارجنتيني قال على ان البدايه كانت بغياب ميسي قال على ان من المنصف غياب ميسي لكن المقابله ما غاديش تكون سهله. هضر على اللاعبين اللي تم الاستدعاء ديالهم في المقابله الماضيه امام منتخب مالاوي وشكر بالمناسبة جمال السلامي على العمل وقال أن هذا عمل جبار ديال 3 سنوات اليوم كيعطي الثمار ديالو أن الهدف ديالو ماشي يجيب لاعبين من البطولة ويمشيو إنما كيبحث على أن لاعبين يبقاو في التشكيل ديال المنتخب الوطني المغربي. قال على أنه كرة القدم كتعرف إصابات ومن بين الإصابات هو حكيم زياش ونور الدين مرابط واللي ما بغاش الطاقم التقني أنه يغامر باللاعبين لا سيما وأنهم كتنتظرهم استحقاقات مع الفرق ديالهم خصوصا حكيم زياش اللي عنده ربع نهائي ديال دوري ابطال اوروبا. بالنسبه لحمد الله تم ايضا الحديث على القضيه ديال حمد الله وقال لانه تصبيح هاتفيا وانه وجه له الدعوه ولكن يعني رفض الاسباب اللي تعرفها الجميع كما جاء على لسان ايرفي رونار وقال لانه توصفها وانه عنده 23 لاعب لي ممكن 33 لاعب انه باش غادي يجاريهم. بعد ذلك كان لقاء مع 3 ديال اللاعبين الامر كيتعلق بالوفد الجديد اسامه الادريسي وكذلك فيصل الفجر وبعد دي لاعب حسنيه اكادير. بالنسبه للادريسي قال على ان الاجواء في افريقيا كانت بالنسبه لي شويه صعبه لانه كان شويه ديال السخونيه ولكن مولف الاجواء ديال القاره لانه كان كيسافر مع الوالدين ديالو وانه يعني اندمج بشكل اكبر في المحيط ديال المنتخب الوطني وما لقاش شي صعوبات. كذلك بالنسبه لبعد اللي خاض المقابله وكان يعني مفتخر بالاداء ديالو امام المالاوي. بعد ذلك كان لقاء ديال الاعلام مع اللاعبين في الحصه التدريبيه واللي جات ب ملعب الكبير لمدينة طنجة. هذا الحصة عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء نورتين أمرابط اللي بقى في البونتوش حكيم زياش رغم الإصابة ديالو شارك اللاعبين في هذه الحصة التدريبية
وخلال الحصه ما كيتبنيش التشكيل اللي غادي يدخل به يعني الناخب الوطني غدا، ولكن يعني كلشي كيقول على انه غادي يكون يعني ليكيب تيبي اللي غادي تدخل في المقابله ديال غدا. حاجه واحده اللي وقعت في الندوه ديال المدرب ديال المنتخب الارجنتيني لانه انسحب بسبب ترجمه، كان هناك ترجمه غير جيده كما وصفها، وناض وانسحب اثناء الندوه ديال المدرب الارجنتيني اللي تعقدت تمام الساعه 6:30 بالملعب الكبير لمدينه طنجه. اذا انسحب ما ترجموش ليه مزيان. انت في رايك واش كانت ترجمه ماشي هي هذيك ولا هو ما كانش عنده ماشي هي هذيك؟ هو حسن ترجمه ماشي هي هذيك، رغم انه الترجمه كانت باللغه الفرنسيه باللغه الاسبانيه واللغه الانجليزيه. هو حسن انه الترجمه ماشي هي هذيك وانزعج من الترجمه وقال على ان الترجمه يعني خاطئه، وناض يعني حاولوا انهم يصلحوا الوضع، لكن ناض وغادا ندوه الصحفيه. هما اون جينيرال لي زارجونتان الطابع ديالهم ماشي هو هذاك، باش نكونوا صراحه. نعم امين، لي زارجونتان الطابع ديالهم ماشي هو هذاك، معروفه هذه القضيه ديال لي زارجونتان، ماشي فريندلي ما وشويه وتام اللي كيجيو للدول العربيه ما تيكونوش اليز هما، يعني كان ممكن انه ينتظر لا ما يسون با لي زارجونتان ماشي بحال لي بريزيليان، كاين فرق في الثقافات للاسف للاسف للاسف. ويمكنك تسول اي لاعب 10 لي زارجونتان انه عندهم هذا المشكل، عندهم هذا المشكل سيرتو ملي كيجيو للدول العربيه ولا هادي ما بغاش ناض الله يعاونو صافي الله يسهل هادشي. نعم بالتاكيد امين. وهادي غدا ان شاء الله نتلاقاو معك بعد المقابله والتصريحات ان شاء الله. نعم امين، غدا ان شاء الله المقابله الساعه 8 مساء بالملعب الكبير لمدينه طنجه، نتلاقاو ان شاء الله مع اوريزون تي في وبرنامج تكتيك. شكرا امين، ليله سعيده، تبارك الله عليك وديع طويل. معك وديع تنهيو حصه اليوم من برنامج تكتيك اللي كنشكروا كثير جميع المتتبعين. غدا ان شاء الله نلقاكم بعد باتش منتخب الوطن المغربي مع العشرة، غيكون معنا هنا في البلاطو، نكونوا مع السي اسامه ومعكم ان شاء الله، وساعه ونص من التحليل والنقاش ان شاء الله في خلال برنامج تكتيك. ليله سعيده، تنحيي خالد فرحان، سي محمد الواحي كان معنا وراء الكاميرا، الى اللقاء. DGS معا بروح رياضيه.